مساء الخير على حضراتكم جميعا. احنا طبعا النهارده في السيشن دي او في الجلسه دي احنا معانا باقه من المتحدثين كلهم بيتكلموا فيما يتعلق بالواقع الرقمي بشكل كبير، وهي التحول الرقمي والثوره الرقميه كلها موضوعات هامه جدا وبلدنا محتاجاها. احنا عارفين ان في تطور كبير جدا حصل في العالم الرقمي، في تطور تكنولوجي كبير جدا، في استثمارات كبيره جدا بيضخها العالم كله في مجال الرقمنه، بتصل ل 2.3 تريليون دولار، احنا بنتكلم في 2023، وده متوقع ان احنا هيكون عندنا تاثير على كل القطاعات بما يصل ل 1 تريليون دولار في عام 2030. فاحنا بنتكلم على تأثير كبير جدا، وهنا التأثير ده بيمتد طبعا لكل القطاعات بما فيها القطاع الثقافي، ولذلك كان جزء من يعني المؤتمر هنا هو مرتبط بتأثير التكنولوجيا على الثقافة بشكل كبير. امبارح يمكن ما كنتوش حضراتكم وحاضرين، كان في لجنة الثقافة الرقمية برضه كانت عاملة لقاء عن الفنون الرقمية وعلاقتها بالتكنولوجيا، ودلوقتي احنا بنتكلم بقى على الثقافة بشكل عام وهي علاقتها بالتكنولوجيا. فالمجلس الأعلى الحقيقة مهتم جدا بهذا القطاع وتطبيقات التكنولوجيا في المجالات الثقافية. مصر بتمتلك تراث كبير جدا، احنا التراث بتاعنا ده بيمتد ل3000 ويمكن قبل كده كمان قبل الميلاد، متمثل في الفنون اللي بنشوفها على المعابد، بنشوف برديات، بنشوف علوم، بنشوف حاجات جديده ما كناش متخيلينها، وفي اكتشافات كل يوم. التراث ده كله محتاج الرقمنه ليه، ومحتاج ان احنا نتكلم عليه نسوقه بشكل كبير لينا. احنا التراث ده كمان مش رسوم بس، ده في كمان تراث ادبي، وفي قصص بتاعتنا، وحتى في القرن الماضي احنا مصر يعني كم واحد عنده نجيب محفوظ، وكم بلد عندها نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم ويوسف السباعي، ما اعتقدش يعني التشكيله دي هتكون موجوده غير في مصر. احنا عندنا تراث ثقافي رائع جدا، وغير كده بقى وده احنا كمان بنتكلم على يعني يمكن بقى دكتور احمد الزهير ودكتور احمد مرسي طبعا اللي هو اسم المنتدى كله عليه، يعني علمنا عن التراث غير المادي، خاص بقى بالاكلات الشعبيه، ده تراث الامثال الشعبيه، الروايات الشعبيه، كل ده تراث يجب ان يعني ندمجه بالعنصر الرقمي علشان نقدر نسوقه، لان دي ميزه رئيسيه عندنا كمصر ان احنا نمتلك هذا النوع من التراث وندخله بقى في العالم الرقمي. ده انا اعتقد يعني بالارقام مش كلام يعني مرسل، ان مثلا حاجه زي الولايات المتحده معظم تركيزها على الملكيه او الاي بي او الملكيه الفكريه، ماشي، تريليونات من الدولارات هي بتستثمرها في الموضوع ده وبيجيب لها عائدات بسبب امتلاكها لحقوق الملكيه في التكنولوجيا و و و. احنا عندنا بقى الحاجات المميزه بتاعتنا الجميله، الروايات، الادب، الفنون و و و، فدي محتاجين ان احنا نركز عليها جامد. وعلشان ندخل في الموضوع بطريقه يعني مباشره، فخلينا نقول ندي 5 دقائق أو 7 دقائق لكل متحدث، كفايه؟ ماشي، 7 دقائق بالظبط، ماشي، لكل متحدث عشان نتكلم بقى على الموضوع، وبعدين احنا هنجمع مع بعض وهنعمل بقى المناقشه النهائيه ونطلع ب يعني مستخلصات الجلسه الجميله دي. يعني هنبتدي بالدكتور تامر، اتفضل يا فندم. دكتور محمد تامر محمد ابو خير، قطاع شؤون الانتاج الثقافي وزاره الثقافه، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. بشكر دكتور محمد. دكتور محمد الحقيقه هو استاذي في اكثر من منحه في المجلس الثقافي البريطاني او مركز تحليل الصناعات، واخذت اكثر من الدنيا كلها فري يعني الحمد لله.
على قد ايه. فاتمنى بقى ايه سمعت لو في حاجه انا جيت اتكلم فيها طالب خارج وما استفدتش فيها في الاول. البيبر بتاعتي بتتكلم عن الارشفه للتراث الثقافي غير مادي او غير المادي. طيب المدخل بتاعها ايه؟ المدخل بتاعها الصاله الرقميه وتاثيرها على نفس الارشفه دي. كلمه ارشفه بالنسبه لنا احنا يعني في الادبيات بتاعتنا كلمه سيئه السمعه. يعني روح الارشيف يعني مش هتلاقي حاجه، تروح تطلع ورقه بديله من الورقه اللي انت عايزها فقدت. لكن الحقيقه ان التقدم كله كان مرتبط بارشيف قوي، يعني الامبراطوريه التي لا تغيب عنها الشمس كانت اكبر ارشيف في العالم. بريطانيا العظمى كانت اكبر ارشيف في العالم، الدوله العثمانيه كبرت لان عندها ارشيف ضخم جدا جدا. الحركات الكولونياليه الاستعماريه كلها كانت بتدور فين الارشيفات؟ في ليبيا ولا تشاد ولا بيحاولوا يستولوا عليها. حاليا واحنا مغطيين كده فين اكبر ارشيف في العالم كويس؟ الكونجرس المكتبه الوطنيه الامريكيه. يليه مين؟ ستالينجراد روسيا الاتحاديه وهكذا. فالارشيف لا هو موضوع لحفظ اي حاجه بنسميها ايه الاركايفنج بتاعها او الارشفه بتاعتها، هو ده لو احنا عايزين نحفظ بشكل جيد وليس السمعه بتاعت الافلام الابيض والاسود بتاعتها. التراث الثقافي غير المادي ده كان استاذنا الدكتور احمد مرسي كان عمل مشروع ضخم جدا، عمله على اكثر من مكان واكثر من مرحله، وبعدين طوروا في مشروع خاص بيه اسمه مشروع المقصورات. لكن كان قبلها في اطلس المقصورات المصريه، وكان في اطلس الامثال الشعبيه، وكان في خريطه للمواقع التراثيه، كان في اكثر من تجربه لكن جمعت كلها في مكان واحد في بيت الخرزاتي او بيت السحيمي اللي موجود في القاهره الفاطميه. المشروع دوت كان له شقين كبار جدا، التراث المادي والتراث غير المادي. انا بتكلم هنا عن التراث الغير المادي وايه علاقته بالثوره الرقميه. لما بنتكلم عن الثوره الرقميه فهو حاليا كل حاجه هي التحول الرقمي او الرقمنه او مع تداخل الطبعات مع بعضها. فاللي انا بتكلم فيه ايه اللي اثر بقى في الارشيف؟ يعني ايه اللي خلانا ما نروحش المدام فلانه في الدور التاسع ندور عليها وهي في اعداد الوضع بقى لها ثلاث سنين؟ ان بقى في عندنا رقمنه للامور اهم من الرقمنه. الرقمنه ليست ادوات وبرمجيات خالص. الرقمنه قائمه او ارقام قبل ما كانوا بيتكلموا في 96 طبعا هي اخطاء الارقام كانت قائمه بالدرجه الاولى على العقليه، عقليه الشخص لا يعني هي فرحيه ان انا عندي اي بي ام اوريجينال وعندي سوفت وير اوريجينال والاستاذ ما جاش قافل عليه او خايف يشغل الاجهزه. مدارس كثيره جدا جدا في المدن اللي بتدخلها تلاقي ان المسؤولين مركز الوثائق المتعدده وخلافه ما عرفتش يعني ايه خلافه لغايه دلوقتي ده قافل عليها لانها عهده ما يقدرش يفتحها. فجيت الاجهزه الكبيره والبرمجيات ما مش مهم. مشروعات وزاره التربيه والتعليم كان الباسورد بتاع الانترنت بيتغير كل شهر فكان بيوصل دايما متاخر 31 يوم. يعني لو انت عايز بتاع شهر 3 هيجي لك في شهر ابريل، شهر ابريل الباسورد هيجي لك في شهر 8 وهكذا. فأهم من الحجر والشجر هو البشر، الاستثمار في البشر. بتكلم عن التراث الثقافي غير المادي ده، ايه الفرق بينه من التراث الثقافي المادي؟ التراث الثقافي المادي ممكن اي حد يشوفه ويحاكيه. غير المادي ما ينفعش يحاكي. يعني ممكن ناس تعمل شبيه بالجدار الفلاني او بكسوه الكعبه الفلانيه او بالمخطط الفلاني للمدينه الفلانيه. نقدر نعمل الملعب الفلاني الروماني نقدر نعمل زيه في قلب القاهره. لكن التراث الثقافي المادي بسهوله جدا اي جنسيه غير مصريه لو اتكلمت عن مثلا شعب مصري بنطقها هيبان ان هي ما عندهاش فكره عن الموضوع ده. المثل ابعاده ايه؟ اصل المثل ايه؟ ممكن يستخدم فيه ايه تاني؟ ما يقدروش يعرفوا الكلام ده بتاعنا غيرنا احنا بس. فالتراث الثقافي المادي يعتبر هو ده الهويه. ان المادي مختلف بحسب الشخص اللي جه عمله. وبلد زي مصر عدى عليها اكثر من حراره، جالنا اشوريين، جالنا فرس، جالنا اطرار، جالنا ناس من كوبازيين، جالنا ناس من كل انحاء العالم سابوا الاثر بتاعهم لكن لا زال كل دي متمصره. يعني الاثار المصريه اللي عملها فلان مش مهم لكن لا زال احنا الاثر بتاعنا احنا اللي مؤثرين عليه سواء في الحروف سواء في الارقام سواء في شكل الحرف العربي الزخارف الاسلاميه. الفاطميين التراث بتاعهم مصري، المماليك التراث بتاعهم مصري، العثمانيين التراث بتاعهم مصري وهكذا. لكن الغير المادي هو ده اللي هم خدوه مننا ويعني ما قدروش يستخدموه بره مننا. زي الامثله الشعبيه زي الاكلات الشعبيه ما كل الشعوب عندها كشري، الكشري المصري مختلف. المكسيك وجبه شعبيه عندهم كشري مش زينا. الجيش الالباني لما جه دوله محمد علي باشا كل الكلام ده هم اللي تاثروا بيه.
سليمان باشا الفرنساوي اول حاجه عملها انه اعلن الاسلام والجواز المصري، اول حاجه عملها عبد الله بينو الجواز الزوجي المصري وهكذا. طب الارشيف عندنا بقى ايه هو؟ الارشيف هو الخزانه اللي بتحفظ التراث غير المادي. اهم من التراث المادي ان التراث المادي لو فقد الارشيف نقدر نسترجعه، التراث الغير المادي هو ده اللي صعب، لازم يكون حد متعايش وفاهم اصل المثل ده ايه، اصل الاكله دي ايه، اصل الكلام ده ايه، هو ده الشخص اللي يكون يعني هو مغموس فيها معجون بيها بمعنى اصح. طيب الارشيف هنا لما بيجي نستخدم الارشيف، هل الموظف تقليدي يقدر يمثل الكلام ده؟ يعني يقدر ينقل المثل الشعبي اصله كذا؟ لا ما يقدرش. لو الراجل ده قدر واختفى توفاه الله او طلع معاش او جيل جديد يعملها ازاي؟ فده دور المستحدثات التكنولوجيه. لكن نرجع نقول المستحدثات التكنولوجيه لازم يكون الشخص فاهم دي ايه؟ يعني ابسط حاجه المكتبات الكتاب على الرف مش معروف قيمته، مهما حصل هنعمل له رقم تصنيف كويس وهنقول ان الكتاب ده عايز تغليف كويس، لكن اللي عارف قيمه الكتاب ده انه ما يتحطش فوق قوي كده في مكان خاص بيه، هو الشخص اللي عارف قيمه الكتاب ده نفسه مش الموظف. المعنى عشان كده الجماعه بتوع اداره المشروعات بيستخدموا صلاح ستيك هولدر او ستاك هولدر، المعنيين الاطراف المعنيه وليس اصحاب المصالح. لا اصحاب المصالح بس عشان الترجمه بقت سيئه الصبح، لا خلوهم معنيين. اصل هي ستاك هولدر مرتبطه بفرسان المعاني، فخرجتهم لاصحاب المصلحه، لكن هي الترجمه الحقيقيه زي ما اتفضل الدكتور هي اصحاب المصلحه. اصحاب المصلحه كل الاطراف المعنيه، كل الاطراف اللي لها علاقه بالموضوع، سواء ممول او مستفيد او متضرر. من كل الاحوال اللي هو ده صاحب مصلحه. في الورقه دي انا بتكلم فيها ايه هي السجلات، بتكلم عن السجلات المحفوظه وبعدين هنتكلم ايه التولز والاستراتيجي بتاعت الحفظ التاني، لانها دلوقتي بنتكلم عن سلاسل الامداد بلوكتشين، بنتكلم عن تخزين سحابي كلاود كومبيوتنج، بنتكلم عن ارتفيشال انتليجنس، وبنتكلم عن اكسكت سيستمز. لكن كل ده مش مرتبط ومعتمد على الماده والتكلفه والميزانيه تسمع ولا لا تسمع. مرتبط في الاول الناس فاهمه وعندها استعداد، ولا انا اخاف امسك اللابتوب لو وقع دي عذر، اخاف تجيني موبايل غالي لا ما اقدرش، امسك قياس تسجيل غالي لا مش مهم. وفي العكس بقى دي والله حاجه حلوه، انا ممكن اخد اللابتوب ده ابني يلعب عليه كول اوف ديوتي، ده حاجه حلوه ببلاش يعني. وكتير شفنا اجهزه الكمبيوتر مع الناس للاغراض دي. في النقطه دي اللي هو التراث الثقافي غير المادي وتاثير ده على الحياه الثقافيه وايه المشكلات اللي بتقابل الكلام ده. الارشيف التراث الثقافي غير المادي مش بس مش ممكن يكون ارشيف وحيد في التخصص ده، لا ده ممكن يكون في ارشيف للتقاليد، في ارشيف لاشكال التعبير الشفهي زي البنتومايك، في ارشيفات لفنون وتقاليد اداء العروض، الممارسات الاجتماعيه، الطقوس، الاحتفالات، الموالد. الموالد عندنا تختلف تماما عن الموالد في بنجلاديش والهند، مختلفه تماما في الاشكال عن حتى عن المغرب العربي، مختلفه عن اللي كان موجود في ايران، عن الموجود في تركيا، حتى لو تشابهت بعض المساجد او بعض الاضرحه والمقامات، لكن الاداء المصري مختلف تماما في كل حاجه، في اللغه، في اللهجه، في اللحن، في الطين نفسه. احنا ممكن تعطل الدوله عشان مولد المحافظه بالكامل فيها المولد الفلاني، تعطل الاجازه يوم العيد القومي للمحافظه دي، او الشخص المسؤول عن المقام ده اسمه الخليفه مثلا لو بنتكلم عن الطنطا، فالخليفه ده اهم شخصيه ممكن حد يوصل لها، لو عنده اي مشكله هو ده الخليفه، ده لا يرد له كلمه، ده مش موجود في اي مكان تاني في العالم. ممكن يبقى في عندنا ارشيف للحرف التقليديه، ممكن كل حاجه بتكون حاجه تانية، يعني في ارشيفات الكتب، في ارشيفات مخطوطات، في ارشيفات للمخطوطات الالكترونيه، في ارشيفات للابواب والشبابيك للجدران للقباب للمحاريب للمقابر للكنائس، لارشيفات المشغولات الخشبيه، ارشيفات للمنمنمات، ارشيفات اللوحات الارشاديه نفسها اللي على البيوت او داخل المساجد، ارشيفات المشغولات الجلديه للخطوط المستخدمه على العملات. احنا نعتبر اكثر بلد موثقه استخدمت عملات، مفيش حد استخدم عملات بالخطوط زي الدوله المصريه. يعني كان الدوله الامويه تضرب الدينار هناك، عندنا دينار هنا مختلف. الوطن العربي يخضع للحكم العثماني، لكن احنا عندنا اكثر من 10 عملات في وقت واحد. عندنا ريال ماليا تريزا الاصلي والمضروب، عندنا المسكوكات، عندنا السندات بتاعت البنك الاهلي، البنك الاهلي المصري قبل البنك المركزي.
كان عندنا بنك قبل منه كان بنستخدم عملات من نيوزيلندا واستراليا قبل دول تانية. كلمة الجنيه كنا احنا رايحين نقول جنيه. الجنيه ده عشان جماعة الصحفية عارفين جنيه اللي الآن بنقول جنيه اللي بيضرب في غينيا. كان الجنيه بيطبع هناك في غينيا. كنا احنا لينا وضع خاص مستقل احنا كسلك حديد. احنا مرحب السلك العديد عندنا تاني سلك حديد في العالم. المزوله القياس الشمسي كل الكلام ده خاص بنا. ممارساته بقى وتعليمه ونقله من الجيل لجيل كان معتمد على الشفافه مش على التوثيق. يعني مجرد المحاضر حتى بتذكر ان ايه؟ ان تم نقل المعرفه من فلان لفلان بدون ذكر المعرفه كيف تمت. يعني والكلام الى الان موجود في العلوم الشرعيه الاجازه ان فلان خد فلان 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 لغايه ما يصل الى العالم الفلاني او مثلا في مكان القران يصل الى رسول الله. لكن ما اتقالش ازاي؟ الشهادة دي بتقول انك خدت لكن خدت ايه مفيش. النو هاو دي مش موجودة غير انك تحط في السلسلة دي تاني. شبهها لكن الان لا يوجد سوفت وير يقدر ان هو يعلم الناس الاجازة خالص في العلوم الشرعية. والاجازة اقوى من المؤهلات العليا بالمناسبة. يعني الان الجامعات الاسلامية في باكستان في الهند في المدينة المنورة تعتمد على اصحاب الاجازات اكثر من اصحاب الشهادات. إلى الآن أكبر خطاب في العالم عثمان طه ما معهوش شهادة في المنطقة بس دي جزء من عامل مش أوكي. الكيوردز عندي مفتاح الصلة الرقمية الأرشيفات الرقمية أرشيفات التراث الثقافي غير المادي وأربع أو ثلاث مصطلحات بستخدمها بشكل كبير اللي هي نظم المعلومات الثقافية والميتا سبيس والميتا كالتشر والخرائط الرقمية التفاعلية. تمام. كانت الموضوع الدراسه هو المصطلحات المتردده لكن بعض المقدر المصطلح لكن المصطلح مسير للجدل زي ما قلت من شويه ان هو ما بين سيء السمعه وما بين ان هو يمثل طوق نجاه للمعلوماتيين. بتكلم فاروق وليد هو ارشيف متخصص في ترجمه التراث غير المادي وتاثير ذلك على الحياه الثقافيه. اتكلمت عن ممكن يكون ايه الانواع دي. ايه المقصود بالارشيفات؟ ايه الاثر المتوقع للثوره الرقميه على ارشيفة التراث؟ اهميه الدراسه انا بتكلم على اهميه استخدام التكنولوجي والثوره التكنولوجيه على ارشيفة التراث الثقافي غير المادي. المنهجيه اللي استخدمتها هنا المنهج الوصفي باعتبار ان المنهج اللي انا بعمل زي ريفرنس الطلبه كلها انا بتكلم عنه فبرجع لكتب ومراجع ومواقع الويب بالاضافه لان انا اشتغلت في اكثر من ارشيف اكثر من بلد اكثر من مشروع زي مشروع التحول الرقمي صندوق التنميه الثقافيه انا اخذته بالكامل وان مان شو من فريق كبير خد الوقت قبل الكوفيد كانوا المفروض ينقلوا العاصمه الاداريه في 2020 وتاخروا الى ان لم ينتقلوا. نتائج متوقعه انا بتوقع ان احنا لو عندنا ارشيف متخصص بالتوثيق للفنانين خصوصا الخط العربي لان الخط العربي عندنا مختلف عن اي خط تاني حتى الزخارف حتى الخطوط المستخدمه على القمات والاضرحه الخطوط المستخدمه في المحاريب الخطوط المستخدمه في القباب في المقالب مختلفه عن اي مكان تاني. التراث الثقافي غير المادي تعريف ببساطه معارف ممارسات متعلقه بالطبيعه والكون. التعريف ده تحديدا تعريف اليونسكو يعني موجود في مصر موجود في سين في هيئه الثقافه والتراث والسياحه في السعوديه موجود في الامارات. يضاف له التقاليد الشفهيه والتعبيرات واللغه فنون الاداء الممارسات الاجتماعيه المناسبات الاحتفاليه الحرف اليدويه والتقليديه. التراث ده يعتبر متوارث جيل عن جيل يعني الى الان ما ينفعش ان احنا نطلع حد بيعرف يحكي. لا يعني نطلع حد لغته كويسه نطلع حد شخصيته قويه بيقدر يواجه المايك بيقدر يواجه الكاميرا لكن ان هو بيعرف يحكي زي فلان لا دي تعتبر من المهن المتوارثه. في المعارف المتعلقه بالطبيعه والكون زي الخبرات والمهارات والممارسات التصورات اللي اتطورت لدى الجامعات تفاعلها مع البيئه الطبيعيه. التقاليد الشفهيه واشكال التعبير الشفهي عندنا قصتين مشهورين جدا اللي هو البنات الخليفه والسيره الهلاليه. دي موجوده ولا زال مهما ينسج عنها من قصص واساطير لكن هي تعتبر نشا مطاطه ما يعني بئر لا ينضج يعني قصص عندنا قصص البطولات باعتبار ان الدوله هنا مميزه في الاتفاقيات والمعاهدات والحروب والتمددات فعندنا قصص البطولات يعني يصعب وصفها ويصعب انها تتحط في مبادر وحيد او تتحط في مبادر واحد
غير الاساطير غير الملاحم غير القصائد غير الاناشيد والعروض المسرحيه. فنون اداء العروض عندنا زي الموسيقى الغنائيه زي المسرح التمثيل الشعر الغنائي. مهارات الفنون الحرفيه التقليديه هي ادوات زي الحليب والازياء والملابس مصر متنوعه جدا وسهله جدا. الحليب والازياء والملابس والسينا مختلفه تماما عن الملابس مختلفه عن ناحيه رفح وحدود غزه. الزي البدوي اللي مطروح مختلف عن الزي البدوي في سيوه مختلف عن الزي البدوي في مطروح مختلف عن حتى داخل القبيله الواحده اللي عملتها زي البشاميه او البطاطا في تنوع كبير جدا. الحرير وشكل الذهب ودرجه لمعانه مختلف حتى في جنوب مصر عن شماله. الفنون اداء العروض التحطيب لوحده ده دخل اليونسكو. احنا دوله كده اللي عندها مبارزه السيف. اليابان كان عندها حاجه اسمها كيدو مختلفه عن المبارزه عندنا ده ما اعرفش جاست شو. احنا التحطيب ده حد يموت مختلف تماما. في اداء فعلا في اداء رجولي قوي تحطيب عروض. الحاويات التخزين او المحمل او الهوكه مختلف ان هو الهويه المصريه مختلفه في اللي كان بيعملوا لازم يكون حد قوي يقدر يرفع الهوكه. لكن الناحيه الثانيه في الحضارات الثانيه بيخففوا وزنه عشان اي حد يقدر يشيله. دي من الحاجه المميزه جدا في المصريين في تباهي بالقوي. الجمهور المستخدمه نفسها في التخزين مستخدمه في النقل مستخدمه في فنون الزينه في الطقوس في اداه الموسيقى كلها امور واضحه بتعبر عن القوه وتعبر عن شخصيه المستخدم. في بعض المفاهيم الارشفيه زي الارشفه او الارشفه الرقميه الرقمنه والتراث الرقمي البيانات الوصفيه ودي مهمه جدا ان انا بوصف الحاجه قبل ما اشتغل عليها لما هشتغل هبتدي في وصفها هقدر اقوم بشكل تلقائي ان الحاجه دي مهمه ولا غير مهمه. طيب اذا كانت غير مهمه مفيش داعي نحضر وقت فيها. طب مكرره ولا غير مكرره؟ طيب ايه الميزه اللي فيها؟ هل محتاجه ان انا اعمل لها ترتيب بشكل معين او حفظ بشكل مختلف او ان انا اقدر افصلها عن بقيه المجموعات او اضمها لمجموعه ثانيه بشكل مؤقت او بشكل دائم؟ الحاجه الثانيه ان انا امكانيه الوصول الرقمي ان انا بعد ما احفظ الحاجه لازم انا بعملها بغرض الاتاحه. يعني الحفظ ده بغرض رقم واحد ان انا هعمل له صيانه وحفاظ وبعدين بغرض الاستخدام. اهم حاجه بعد كده الاستخدام. طب الاستخدام ده مفتوح ولا استخدام بقيود؟ لا هو الحقيقه هيكون استخدام يعني مقنن بشكل يسمح ان الناس تستفيد وبدون ما تضر. يعني ممكن حد يجي يستخدم الفلاشه بتاعته ويوقع لي السيستم بالكامل. او حد يجي يستخدم الجهاز والمصايب دي كانت بتحصل في مكن الميكروفيلم. لما قال مكن الميكروفيلم والمايكروفيش والالترا فيش والمايكروفورمس الى الان مستخدمه، ليه مستخدمه؟ لانها لا تخطر بفيروس. فبقى يحصل مزج ما بين استخدام الكمبيوتر واستخدام المصغرات المايكروفونز ان انا بصور على المصغرات واقدر اعمل سيرش فيها من خلال الكيوردز والكلمات الداله في الكمبيوتر بتاعي. طيب المصغرات دي سهل حفظها؟ سهل حفظها لكن لازم نراعي انها ما تكونش تتعرض لحراره شديده ولا لمياه ولا لحرائق ولا للضغط. وفي نفس الوقت يحصل اب تو ديت بالنسبه للسوفت وير. وقت حلو جدا. فحضرتك تدخل بقى على الحته الكمبيوت. طيب حكايه الوصول الرقمي ان انا اقدر ارجع لها اقدر ان انا اشوفها اقدر ان انا اوصل لها بشكل لا يتكرر او هيحصل خلط ما بينها وبين حاجه ثانيه. ومن اهم حاجه فيها انها تكون الموضوع ده الحاجه اللي حفظتها اقدر اوصلها لو حصل عليها تعديل او ممكن يكون في بيحصل تغيير لبعض المصطلحات، في بيحصل اضافه ليها، في بيحصل ان انا ممكن استخدم مصطلح بشكل له اكثر من معنى، فكل ده يراعى للشخص اللي هو المدخل الباني. فوائد التوثيق بالنسبه لي حمايه الاصول، ما يجيش حد بعد كده يدعي ان الكنز اللي عندي دوت الحاجه اللي تخص هويتي ان هو دي تبعه هو او ان مش هبقى بس كده، لو حد اثبت ان دي تخص هو يبقى انا مش بس فقدتها لا انا بقيت سارقها. فبقيت عندي الكلام ده خلاص بقت مش تبعي. حماية الأصول صنعها بشكل مناسب وتعريف الوصول للأصول مع مصر فهم أفضل للأصل تحسين مستوى الحفظ والصيانة الوقائية ثم أنا عارف إيه اللي عندي ثم أنا أقدر أحدد أنا محتاج إيه بدون بأقل تكلفة وأقل وقت وأسرع كلمة. أقدر أوصل لأصول المعلومات أقدر أحدد أنا ممكن أعرض الأصل ولا ممكن أعرض منه صورة طبق الأصل
حسب المصلحه ما تقتضي ذلك، احدث المعلومات بتاعتي، اطبق حمايه الحقوق، محدش يدخل البيانات بتاعتي وياخدها وينسبها لنفسه. ممكن حد يدخل على الحاجه بتاعتي ويتلفها لي، يبقى هو خدها او ما خدهاش، واتلفها بالنسبه لنا، واحافظ على معلوماتي، بقدر انشرها المعلومات والمعرفه للاغراض التعليميه والترويجيه. حاجه تخصني انا بتستخدم بشكل فعال جدا في الدعايه والترويج للسياحه والقصر. عامل انشاء الارشيف الرقم الناجح، توحيد المعايير، حمايه البيانات الخصوصيه، التقنيات المناسبه. التقنيات المناسبه قلنا ما فيش حاجه اسمها تقنيه المعينه دي افضل حاجه، افضل حاجه هي هو اللي يخدمني باقل التكلفه باسرع وقت باحسن الظروف وبأنسب الطرق الامنيه اللي تقدر توفر لي اللي انا عايزه. وبيكون في اتاحه ويكون في شراكات وتعاون دولي بحيث ان احنا ما نبقاش بعيدين عن العالم الواحد او القريه الصغيره. وضمان وضبط وتحكم الجوده اللي هو التحسين المستمر. ايه السياق اللي بنوصل بيها؟ احنا بنستخدم اصلا في حاجه زي التراث الشمعي او توثيق الحرف، بنستخدم الست صيغ او الست انواع الرئيسيين. لان عندي التكست التالي والصور الثابته والصور المتحركه وملفات الفيديو والملفات الصوتيه، ممكن ميكس بين بعض ذلك او كل ذلك. طيب عند اختيار صيغ الملفات للرقمنه، انا بنقل من الصيغه التراثويه للصيغه الانالوج عشان الحاجه تكون موجوده واقدر استخدمها. اول حاجه حجمها هيبقى، ثاني حاجه صيانتها هتكون اسهل، ثالث حاجه هتكون دي سهل التعامل معاها بالاضافه او الحذف او التعديل. تمام. التهديدات، اخطر تهديد ممكن ايه الكونكلوجن النهائيه اللي حضرتك حابب تقولها عشان نقدر، وطبعا لو في اسئله هنبقى نرجع لحضرتك تاني. الاستنتاج النهائي. الاستنتاج النهائي ان احنا عندنا كنز هائل اسمه تراث غير مادي. التراث الغير مادي ده يعتبر ميزه رئيسيه كبيره جدا او ميزه رئيسيه عندنا تميزنا عن غيرنا للابد على الاقل في الفتره الحاليه بسنين طويله قدام. لو اتعملنا في توثيقها او اب تو ديت اول باول وقدرنا ان احنا نتيحها لغيرنا هيبقى في وقت جدا. والتوصيات بتاعتي اتمنى ان المناهج والقرارات التعاون مع التراث يكون من ضمنها التراث غير مادي، ويكون في دفترات ومركز المعلومات والار جي يكون في دعم. ممتاز، رائع جدا، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. طيب يعني استاذ تامر محمد ابو خير هو الحقيقه يعني خدنا في جوله في التراث غير المادي و اتكلم بشكل تفصيلي عن الرقمنه. طبعا انا شايف الدراسه مفصله جدا وفيها يعني ممكن لو حضرتك تقدر انك تتيحها للناس من خلال المجلس الاعلى ده شيء جميل جدا لو حضرتك تسمعه، فده شيء مهم عشان برضو لو في فيدباك او في حد حابب ان هو يرجع لحضرتك. طيب احنا معانا دلوقتي دكتوره دعاء محفوظ. دكتوره دعاء هتكلمنا عن متاحف التراث وسبل استدامه الموروث الثقافي غير المادي. يعني احنا اتكلمنا اهوت عن اهميه التراث غير المادي ومقدمه عن الرقمنه. هندخل بقى في المتاحف، الجزء الخاص بالمتاحف التراث وسبل استدامه الموروث الثقافي غير المادي. اتفضلي. مساء الخير على حضراتكم جميعا، شكرا دكتور محمد مدير الادب، شكرا للزملاء. واعتقد ان هذا الملتقى هو ملتقى الاحبه، كلنا تقريبا 90% مننا عارفين بعض، واحنا بنتابع ايضا حضره الحاضر الغائب استاذنا الدكتور احمد موسى رحمه الله عليه. ودي اعتقد هي استدامه الحب، ومن استدامه الحب احب اعرف عن استدامه الحياه. خلينا متفقين ان مفيش علم دون استشراق مصدر. مفيش علم هدفه فقط التلقين والتعليم فقط، لا، احنا انا شايفه ان المجال كله لازم يبقى يستشرق المستقبل يؤدي الى تنميه بشكل او اخر. انا اخترت المتاحف بشكل خاص بسبب رئيسي. احنا كتير اتكلمنا عن التراث، التراث الثقافي المادي وغير المادي. حلو قوي ان احنا يبقى عندنا مخزون من الهويه، ولكن دايما بقول وهذا بعد تقريبا
احنا على المستوى الاكاديمي كلنا عارفين بعض او عاوزين بعض، الاخر هيعرف على الخلاص بتاعي. النموذج الملحق والنموذج اعتقد ان هو مهم لان هو يعرف اللي عمله، والنموذج بيحقق استدامه ثقافيه. الاستدامه كمصطلح هتكلم عنه في البدايه، هو مصطلح بيهدف الحفاظ على نوعيه الحياه. نوعيه الحياه اللي هي مستمره زي ما وصلنا ايه من ايام المصريين القدماء، نفس الاشكال والممارسات، نفس الطقوس ايضا تمارس. لو جينا نبص على حرفه زي الفخار مثلا، هنلاقيها من عصور وسط قبل التاريخ وهي مؤسس ليها على مستوى المعنى. هنلاقيها بالمناسبه بنفس الشكل تمارس به الى الان. الطقوس والمعتقدات، عيد البابلت اللي هو عيد مده بالحجاج، نفس الطقوس. حتى المركب معنا طبعا اساتذه الاسوار عارفين ده كويس جدا. نفس الطقوس التمارس. طيب الاستدامه بدات في البدايه بايه؟ فقط كل اللي تحدث عن الاستدامه تحدث عن الحفاظ على البيئه، ازاي ان انا اقدر احافظ على نوعيه البيئه، ازاي ان انا اقدر استثمر، مش هقول استغل البيئه ولكن استثمر مواردها دون الاهدار. سنه 2011 كان في تقرير للامم المتحده في عن ازاي اقدر الاستدامه تخرج خارج نطاق البيئه، وازاي اخلي هناك استدامه ثقافيه. الحقيقه توصلنا للاستدامه الثقافيه هي استخدام الموروث الثقافي للمجتمع، ان انا اقدر من خلاله مش بس ان انا اقدم هذا الموروث من خلال البيئه، لان انا اقدر استثمره ماديا، لان اقدر اجيب منه عائد اقتصادي، ان انا اقدر انشره. ووقفت الورقه والتقرير على فكره النشر والاتاحه. عن التراث او استدامه التراث هي فيها معنى ايضا من اعاده الانتاج. انا اعيد انتاج ثقافتي، اعيد انتاجها من خلال الرقمنه اللي اساتذه اتكلموا عنها، واعيد انتاجه من خلال بعض المنتجات، واعيد انتاجه من خلال ان انا وجدت له شكل جديد، مش فقط ان انا القنه او ان انا اقول انا عندي تراث. طب هل نطرح سؤال، هل بيندثر العنصر التراثي في ظل التكنولوجيا والحداثه وظل الاستدامه؟ لا. الايكون في التعريف الاخير ليه المتاحف قال حاجه حلوه قوي، هو اعترف بالتعريف ان المتاحف كلها متاحف تراث. قال المتاحف يعني لان احنا في خلاف مع اصدقائنا زملاء في الاثار، لا احنا مش على المتاحف يا اخوانا، احنا في رؤيه اخرى، في بعد اخر. زي ما الاستدامه والتنميه المستدامه بتنظر لتكامل ثلاث عناصر رئيسيه اللي هي العنصر البيئي والعنصر الاجتماعي والعنصر الثقافي والاقتصادي اسفا، المتاحف ايضا لابد ان تنظر لهذا. دايما بنقول المتاحف هي مؤسسه غير هادفه للربح. حلو. ممكن التراث يبقى اشمل شويه من ال يعني الاسئله الشامله. هو فعلا اختلفنا التعريف قال ان المتاحف هي متاحف تعرض تنجبر وتنجبر تراث مادي وتراث معنوي، واضاف ان هذا بيعزز الاستدامه. وطبعا الى جانب الاهداف الاخرى للتعليم والحفظ والعرض اللي هي الاهداف الطبيعيه زي المتحف الطبيعي. حتى المادي ما هو جاي معاه القصه بتاعته. لسه حولي. كنا لسه بنتناقش ان المادي والغير مادي بالنسبه هم لا ينفصلوا اي حاجه من احسن. الحاجه انا لما عايز اكل انا هوجد الطعام ده من الطبيعه، طب انا هاكل بايه؟ الحاجه الانسانيه هي ما تؤدي الى انتاج العنصر، انتاج المادي. حتى لما بنتناقش في مجال اصل احنا عندنا الاهرامات. انتقال للرفاهيه كان ده تجيني مثلا، ولكن مع التحضر احتاجنا لايه؟ رفاهيه. ايوه تحضر. حتى بنظره ان احنا بنبنينا الاهرامات وحضرتك طبعا انسان عظيم قوي، انا حاجتي ان انا اؤسس لهذه الحضاره والهويه. عندي وجهه نظر هي قد ايه ان انا اعمل نموذج مثلا جدا جدا، الاثنين مكملين بعض بشكل اساسي ولا ينفصلوا باي حال من الاحوال. هقول مثلا تجربه المتحف القومي للحضاره، لو عارفين طبعا كلنا.
التجربة الحقيقة هي بتعزز الإسلام، وإن كان فيها يعني بعض الهفوات، كان في نموذجين للمنحة، نموذج الفتاح الأول وكان بيعرض على سبيل المثال قاعدة طارق فوقة، فجايب الفخار من وصول مقابل التاريخ إلى وصولا العصر الحالي، وكان بيعززه ده بفيديوهات من الأرشيف اللي برضه ما كنتش معروفة تابع عن الأرشيف، ومعانا مساعد خبير في الأرشيف المصري، فكان كل الفيديوهات مهمة، فإن أنا أشوف الحرفة بتمارس قدامي خلال الفيلم باستمرار ولاقيها أشوفها في الباتينة غير ما أدخل المتحف وأقول آه حلوة قطعة الفخار جميلة ترجع للعصر الفلاني أو ترجع للعصر حلو ده. وده برضو انا بحب اسميه ده كلام على مستوى الاعلى، يعني الاكاديميين والمهتمين والمثقفين والباحثين، لكن لما نخش المتحف لما انا حد من علمي نفسي يمكن يقدر يفسر ده شويه، ارتباطي النفسي بالعنصر ان هو بيمارس الى الان ده اللي هيخليني اتشد. طب اتشد ازاي ليه؟ مش ان انا اشوف باتينه، لا، ان انا الاقي وسائل عرض مختلفه، ان انا الاقي شاشات عرض، ان انا الاقي ان المنتج ده القلم ده موجود منذ اكتشاف الكتابه وأقدر انا بستخدمه القلم. طب قطعه الفولي دي صعب اعيد انتاجه تاني؟ اعيد انتاجه خلال قنوات عده من ضمنها ان انا اشوف دي برامج اسمها برنامج او برامج هاند اون، ان انا باشرك الزائر معايا، وده برضه عمله المتحف في التجربه الثانيه. المهم اكمل التجربه الاولى، وكان العرض هايل جدا، انا بشوف الحرف الشغال قطعه الفخار وبشوفها، فبالتالي انا يبقى عندي شغف. طب الناس طب الله ده انا عندي زي الزيلي ده انا جدا دايما ثقافتي من كل الاقطار، يعني انا لو جاي ادخل اشوف الزيلي شيء جميل، او اقول والله الزيلي مرجعيه تاريخيه وليه مرجعيه اثريه. طيب التجربه الثانيه المرحلة الثانية اللي أقامها المتحف للأسف هو ضم تماما هذا الأمر. صح. حاجز كبير جدا بين الزائر للأسف فعلا العرض متعجبة جدا، إن هو عرض مجرد شكل حضارة مصرية قديمة ثم اليونانية واليونانية ثم الإسلامي ثم الحوثي ثم الحديث ثم بقى التراث الشعبي، لقينا مدينة كده حلوة فيها أربع أزياء وشكرا. تمام. حابه ايه التوصيه لحضرتك؟ هكمل بس نقطه ازاي عزز الاستدامه للمره الثانيه. هو بقى عمل ورش عمل عن هذه المقتنيات. تمام. على سبيل المثال انا بشوف قطعه خزف. تمام. جابوا احد الصانعين من الدرب الاحمر. تمام. وقاعد في الجوانس هذه الحرفه. جابوا ناس بتصنع الخوص. وعلى فكره هي مش ورش عمل بس، هو بيعرضوا ده قدام الزائر وبيخلوه يشارك فيه، ومن ثم بيتم الجو. يبقى انا حققت الاستدامه، حققتها من جانب بيئه، انا عناصر بيئه، عناصر ثقافيه، العنصر ده موجود عندي من قديم الازل وانا هشتريه دلوقتي. وبالمناسبه الاطفال، فبنتكلم في جلسه من الجلسات عن ان الاطفال بيبقى عندهم شغف كبير جدا ان هم يشاركوا في هذا العمل، وبيبقى عندهم شغف ان هم بقى يشتروا ان هم يقتنوا. فبالتالي انا شايفه ان نموذج المتحف هو نموذج يحقق الاستدامه الثقافيه والبيئيه والاجتماعيه، وايضا يحقق الاتاحه. تمام. اللي انا قلت فيه دكتور محمد عشان حسيت ان حاجه زهقت مني تقريبا. لا خالص، لا بالعكس. اشكركم واي اسئله تحت امر حضرتك. شكرا دكتوره. دكتورة ريهام عرام، دكتورة في الحضارة المصرية القديمة بقى، وهتكلمنا عن مبادرة اي كلشر لرقمنة التراث الثقافي غير الماشي في ظل التغيرات المناخية. برضو سبع دقايق زي 7 دقايق
وعنده بريفليج ان هو اول واحد يتفق في اي واحد عشان نشجع الاستدامه يا دكتور. ايوه تمام. بس ممكن الاول على دكتور تامر بنعمل على رقمنة التراث والصناعات الإبداعية للنشرة. احنا لسه بادئين ما كملناش سنة لكن كان لينا كذا مبادرة الحمد لله وكانت معظمها مع جهات لأن المؤسسة فمعظمها مع جهات مانحة بنسعى لتوثيق التراث الثقافي غير المادي في لأهداف مختلفة. النهاردة هنتكلم عن أحد هذه المبادرات اللي عملنا فيها أو بدأناها بدعم من الاتحاد الأوروبي وأنا بعتذر عن إن إحنا عاملينها عاملين البرزنتيشن بالإنجلش بس أنا هشرحها كلها بالعربي. حابه ان احنا المبادره دي كان اسمها توثيق التراث الثقافي غير المادي لصيادين المدن الساحليه في ظل التغيرات المناخيه وفي ظل التحديات اللي بتمثلها التغيرات المناخيه حاليا على المناطق الساحليه المصريه. دفعنا ليها ان احنا وجدنا تراث ثري جدا جدا ومتنوع جدا ولكن تحت ظل التهديدات الحاليه والتغيرات المناخيه اللي احنا عايشينها دلوقتي عمرنا ما شفنا وقت شهر مارس هذه الاجواء ابدا فحقيقي في حاجات مهدده بالاضطراب وبان احنا ما نلاقيهاش وممارسات ممكن ما نلاقيهاش بعد كده. واستاذ سامي بيتكلم عن الارشيف افتكرت الصوره دي ده ارشيف المصري القديم ده هو الارشيف المصور بتاعه حابه اقول ان التراث غير المادي فعلا لا ينفصل عن التراث المادي ولا يجب اعلاء قيمه احدهما على الاخر لان كلاهما يكمل الاخر ويعززه ويقويه واحنا لو روجنا الفكرة ان التراث المادي لا يعبر عن الهوية مثل ما يعبر عنها التراث غير المادي قد نخاطر بسمعة البلد ونخاطر بجهود آلاف السنين من مجهودات أجدادنا فهي تكامل هي فكرة تكاملية والاثنين يكملوا بعض وما نقدرش من وجهة نظري ما نقدرش نقول أنهي صنع أنهي لما بيكون في مسجد عظيم زي مسجد السلطان حسن الرفاعي المباني الأصيلة اللي اتعملت في وقت المماليك أو العثمانيين حواليها بنلاقي الحرفيين والصناع المهرة والحكائين والقصاصين بيستلهموا من هذا التراث وبيستلهموه حتى في الحرف اليدوية بتاعتهم من الباترنز الإسلامية أو الرسومات الإسلامية أو هكذا. وفي نفس الوقت زي ما الدكتورة دعاء قالت أيضا التراث غير المادي هو اللي خلانا نوجد التراث المادي في بعض الأحيان فالاثنين بيكملوا بعض الاثنين بيسعوا بيكملوا هدف واحد. طيب احنا هي الفكرة انه الصيد كانت احد الانشطة واحد الممارسات اللي بتعد فيها كل الاشتراطات بتاعة التراث الثقافي غير المادي كما عرفها اليونسكو معارف مرتبطة بالطبيعة والكون ايضا ممارسات وتقاليد واغاني شعبية واهازيج وممارسات حرف يدوية وصناعة شباك وصناعة ادوات ومراكب وحاجات تانية مختلفة كتير كلها في اصل التراث الثقافي غير المادي. نيجي نبص نلاقي كمان
هي فضلت حية أو فضلت هذه الممارسات حية فأصبح تراث مادي، تراث غير مادي حي لأنها فضلت ممارسة، لأنها ارتبطت بمجتمعاتها وفضلت تمارسها بشكل تلقائي على مر السنين من أكلات شعبية، من أغاني، من حرف يدوية، مما إلى يعني كل الأنواع اللي اتكلمنا فيها، فأصبح بذلك تراث حي. إذا هو تراث غير مادي ما زال ممارس. قررنا ان احنا نروح ونبدا تسجيل هذا التراث اللي بيرجع في اصوله عندنا، يعني نقدر نقول لبدايه الاسره الاولى يعني عند المصري القديم. طيب احنا ليه هو مهم وليه احنا مهتمين؟ احنا عندنا حوالي من 30-35% من المجتمعات المصرية الساحلية معتمدة في حياتها بشكل تام على هذه الحرف، يعني معتمدين عليه في تصديره، في أكله، في الحرف، معتمدين عليه بشكل مباشر أو غير مباشر على حرفة الصيد. قد ما نعتبرش إن هي حاجة بهذه الأهمية، لكن الحقيقة إن حياة مجتمعات كاملة معتمدة عليها. نتخيل حياتنا كده بدون هذه الحرفة، ما بناكلش سمك، ما بنروحش على يعني ما بنستفيدش بشكل أو بآخر من هذه الحرفة، كلنا معني بها وبإحيائها. فكان هدفنا إن إحنا نعمل هذا المشروع لتوثيقه بشكل رقمي، مش توثيقه بس، لا كمان إحياء المجتمعات المحيطة به من خلال توثيقه ونشره وإتاحته وتسجيله وتعزيز الشعور بالانتماء عند هذه المجتمعات اللي بتمارس هذه الحرفة أو حرفة الصيد. ولا أرى أي عيب من التكسب في التراث ونشره ليه في شكل السياحة والاهتمام به ونشره ولأنه جزء من هويتنا زي ما قلنا، فإن احنا ننشره ونظهره للسائح الغربي او حتى المصري دي حاجة مهمة جدا، ويجب ان يكون هدف عشان نساعد على استدامة المجتمع اللي عايش منه. زي ما بالظبط عندنا الحرف اليدوية في القاهرة او في القاهرة التاريخية الخيامية غيرها، كل الحرف دي لو ما وجدتش من يستخدمها ومن يقدرها ولم تنتشر في العالم فهي مش هتبقى حية، وبالتالي هنفقدها زي ما فقدها حاجات كتير. فالهدف هو احياء هذه المجتمعات والمحافظة على التراث الثقافي، وإن إحنا نخلق لها مورد رزق من هذه الممارسات. طيب إحنا عندنا وجدنا إن إحنا عندنا حاجات كثيرة قوي أو كنز من العادات والمعارف التقليدية الفريدة والمرتبطة في مصر، إن إحنا بنسمي النوات مثلاً على أسماء على أسماء معينة، كل قسم منهم ليه حكاية، وفي حكايات منهم كثيرة مرتبطة بصيادين زي نوة قاسم اسم قاسم ده على اسم ابن أحد الصيادين اللي فقد ابنه في النوة دي، ومن ذلك الوقت أصبح نطلق عليها هذا الاسم. عندنا حياة أسر كاملة بتعتمد على الصيد. نتخيل معانا لو خلال التغيرات المناخية اللي حددتها المنظمات الدولية ان احنا عندنا ارتفاع امواج البحر بنسبة 100 سنتي بحلول عام 2100، تأثر الكائنات البحرية، تأثر الحرف اللي موجودة، تأثر حرفة الصيد نفسها انها لن تمارس بنفس الشكل اللي بتمارس به الان، ولا بالمعدات اللي موجودة حاليا، ولا بالادوات الموجودة. كل الحاجات دي بتدعونا ان احنا نلحق بسرعة ونوثق الحاجات دي. وايضا انا هنا كنت ناشره برضو مجموعه حقائق عن التراث الثقافي غير المادي وازاي ان هو في هذه المنطقه او في المناطق الساحليه هيتاثر، لانه وجدنا انه تم فعلا ارتفع بنسبه 29 بنسبه 19 سنتي يعني ارتفاع امواج البحر، وده سبب اعاقه جامده لحرفه الصيد، وان هم في كثير منهم اتجهوا لحرف ثانيه او ممارسات ثانيه ما بقتش، لأسباب منها أسباب البيئية وأسباب التغيرات المناخية. طيب إحنا في مشروعنا عملنا إيه؟ اتجهنا لكذا لبورسعيد، دمياط،
الإسكندرية هي دي اللي بدأنا فيهم بشكل مبدئي. عملنا من هناك تعرفنا على مجموعة من أهالي المناطق دي، مناطق استحلية، بعض المناطق استحلية في كل محافظة، وكان عندنا منسق مجتمعي في كل محافظة منهم، ومن أبناء هذه المجتمعات من الشباب المستنيرين اللي عندهم علم بمفهوم التراث الثقافي، وابتدأنا نعمل معاهم توعية أكتر بمفهوم التراث الثقافي غير المادي، وابتدينا نعمل لقاءات مع الصيادين بهدف الحصر وبهدف التسجيل وبهدف التوثيق. بدأنا في ده بالفعل من شهر يعني ممكن من حوالي من شهر أكتوبر الماضي، توقفنا فترة قليلة الآن ومكملين تاني، هنستكمل أنشطتنا في يونيو القادم إن شاء الله. ابتدينا ان احنا نوثق منهم، نعرف منهم حكاياتهم، نعرف منهم الاغاني المرتبطه بالسبيل بالشكل النهائي، منصه رقميه متكامله تحت الانشاء حاليا، بس طبعا احنا عشان ننشئها وعشان نطلقها لازم يكون الارشيفات كلها مكتمله اللي احنا عايزين نعملها. طب الارشيفات دي هتتضمن ايه وهدفها ايه؟ هي هدفها ان احنا النشر والاتاحه، هو ده الهدف الاساسي للرقمنه، الاتاحه ان هي تكون معروفه للجميع، التوارث والاحياء، وهي هتكون عن 9 حاجات محدده: حكايات الصيد والصيادين، ادوات الصيد والحرف المرتبطه بها، التقاليد والملابس الملابس ايضا المرتبطه بالصيادين او بالصيد، المعارف والمرتبطة بالطبيعة والكون اللي تأثرت أو أثرت على حياة الصيادين، والأكلات المرتبطة بهم والأنشطة المرتبطة بها والمهرجانات والاحتفالات والممارسات الاجتماعية لمجتمعات الصيد والصيادين وكل ما يرتبط بهم، وأيضا اللغة لأنهم زي أي مجتمع حرفي ليهم لغتهم الخاصة وليهم يعني تعليمهم الخاصة. ده باختصار فكرة عن مشروعنا، وهو مشروع مدته 3 سنوات. طب أنا عندي لسه في البداية. أنا عندي بس سؤال في دي، عشان أنا بشوف منصات كثيرة بتبقى أهدافها جميلة جدا وبنؤمن فيها الخير، ماشي، وبعدين بتيجي في وقت ما بالتطوير بتاعها بيقف أو بتنتهي. هل هنا في برنامج هل في برنامج لاستدامة هذا المشروع ما بعد ال3 سنوات؟ الاستدامة من خلال نقطتين إن شاء الله، ده حاطينه في دماغنا، وده من خلال قدرنا نحصل على الدعم، لأن ده السؤال الأساسي، إزاي هنضمن الاستدامة ده؟ أولاً أنا عايزة استدامة المجتمعات، لأن هدف المؤسسة هو استدامة المجتمع وتنمية المجتمعات. تمام. التراث الثقافي دي أصبح هو في حد ذاته عنصر جذب، يعني لو عايزين نوصل حاجة سريعة وحاجة تبقى الاستدامة السريعة، تبقى عنصر جذب سياحي، ممارسته وتعليم الشباب كيفية استغلاله وكيفية حكيه من خلال أرض أيضا ممارسات تراثية، الحكي والستوري تيلينج، الحاجات دي كلها ده جزء من شكل من أشكال الاستدامة للمجتمعات. طب المنصة هتعمل إزاي؟ من خلال برضو ممارسات أو يعني تشبيك مع جهات أجنبية إن هي يعني تساهم في نشر هذا الدروس. ممتاز جدا، بس يعني برضو انا اطلب حضرتك ان انتوا هتطلعكم على التطور. لا مش كده بالظبط، انما انا بس يعني نصيحتي دايما في الاعمال الثقافيه، عشان انا برضو الخلفيه بتاعتي في الجانب التكنولوجي ورياده الاعمال، لازم ندمج بين الكلام الجميل الرائع ده، ماشي، وبين نموذج الاعمال، ازاي ان احنا الموضوع ده بزنس موديل. ايوه مش عايز بصوا يا جماعه، احنا لازم عشان نتكلم على كنا امبارح كنا بنتكلم على رياده الاعمال الثقافيه، واخد بالك ان احنا ازاي الثقافه ديت وكفنون رقميه بقى بكل مشتملاتها، ازاي نحولها لبزنس ناجح، مش عشان الناس تكسب تحط فلوس في جيبها بالاساس، وده شيء هدف مشروع، لكن من
الاساس برضو عشان الاستدامه، عشان تفضل الحاجات دي موجوده لسنوات. هو في بيزنس موديل بيضمن استدامه المنصه فعلا، بس يعني ايه خليه الاستحقاق مرحله بقى يساعد ان شاء الله. ان شاء الله. تمام. طيب معانا دلوقتي دكتوره سهى محمود. اهلا بحضرتك. والدكتوره هتكلمنا عن الجزء بقى اسمه اليات الصوت الرقمي. احنا هنعرف بقى تعريف الصوت الرقمي طويل الاجل ايه للتراث الثقافي. اتفضلي يا فندم. بداية شكرا للاستاذ الدكتور محمد الخليل باسم المنصه، وشكرا موصول ايضا للاستاذه اخرى. باختصار شديد الموضوع البحث كان اليات الصوت الرقمي طويل الاجل للتراث الثقافي غير المادي، هو نقصد ما بعد مرحله الارشفه وما بعد مرحله الرقمنه. بتتناول هذه الورقه البحثيه استخدام اليات الصوت الرقمي طويل الاجل للحفاظ على التراث الغير مادي. ففي السنوات الاخيره تقدمت تكنولوجيا المعلومات تقدما مذهلا، وابتكرت اساليب وطرق جديده لصوغ التراث الثقافي بشطاره، وساعد ذلك على اتاحه واستدامه التراث الثقافي العالمي للجميع. بالنسبه لاشكاليه البحث، هو تقنيه توظيف تقنيات الرقميه في مجال الصوت. لا بالنسبه لاشكاليه البحث، توظيف التقنيات الرقميه في مجال صون التراث الثقافي غير المادي، وذلك بهدف الصون وتوفير ايضا الحيز المادي. وعلى هذا المنهج طبعا الوصفي التحليلي، وسوف يعرض البحث الاطر العامه لهذه الورقه البحثيه باختصار شديد. اول حاجه مفهوم المحور الاول الصون الرقمي واهميته. ثانيا اداره الصوت الرقمي، وبتشمل المبادئ والاستراتيجيات، وذلك لاختلافه عن اداره الصوت الغير مادي التقليدي. ثالثا طرق الصوت الرقميه طويله الامد. رابعا هناك مقترح لانشاء سحابه لصوت التراث الثقافي الغير مادي. اولا مفهوم الصوت الرقمي للتراث الغير المادي يعرف بانه سلسله من الانشطه الخاضعه للاداره اللازمه لضمان استمرار الانتفاع بالموارد الرقميه، بالاضافه الى جميع الاجراءات المطلوبه للحفاظ على الانتفاع بالمواد الرقميه بالتراث الغير المادي، انتفاعا يتخطى قيود تعطل الوثائق او التغير التكنولوجي او التنظيم. اهميته طبعا يهدف الصوت الرقمي الى الانتفاع طويل الامد بالمعلومات الرقميه عبر الزمن والتكنولوجيات والتحول الدليلي، كما ان له العديد من الفوائد في كافه المجالات سواء كانت الثقافيه ونصف ذلك حفظ الشخصيه الوطنيه، الاقتصاديه طبعا زي ما حضراتكم عارفين في التراث الغير مادي، الاستخدام واعاده الاستخدام والابتكار. طيب المحور الثاني اداره الصوت الرقمي، وده بيشمل المبادئ الاساسيه للصوت واستراتيجيات الصوت الرقمي. إن صمت المحتوى الرقمي للتراث الغير مادي لا يتعلق بنسخ المواد التناظرية الشكل المعروف باسم الرقمنة، بل بالإجراءات المتصلة بالملفات الرقمية التي تم إنشاؤها نتيجة عملية الرقمنة. من أهم التحديات لصمت السجلات الرقمية هو التطور المستمر للتكنولوجي، طبعاً تشاشر وتعقيد السجلات الرقمية. وذلك بيستهدف ويستلزم وضع استراتيجيات مخططه ومداره بشكل جيد لحمايه البيانات. وتوجد هناك العديد من المبادئ الاسترشاديه لوضع الاستراتيجيات، منها مراعاه التهديدات الرئيسيه واداره المخاطر، استراتيجيه حمايه البيانات، تحديث المحتوى الرقمي للتراث الغير مادي، وصف التراث حي ومتجدد، المحافظه على اشكاليه الوصول للمعلومات على المدى الطويل، وطبعا بيندرج عنها اهم بند اللي هو اداره التفعيل والنفس الاحتياطي. طبعا السؤال اللي بيطرح نفسه هو ايه الخطوات اللي انا هعملها عشان انفذ هذه المبادئ الاسترشاديه؟ اول حاجه مرحله الاولى تقييم وانشاء خطط للوصول الرقميه، وذلك بيتم بمراقبه المخاطر والتحديات. المرحله وجود خطط وخطوات استباقيه للوقايه من هذه التهديدات. المرحله الثانيه التحديثات المطلوبه على محتوى التراث الثقافي غير مادي. المرحله الثالثه النسخ الاحتياطي والحفاظ على السجلات الرقميه. المحور الثالث اللي هو طرق الصوت الرقميه، ودي باختصار شديد بيتكلم عن التكنولوجيات او التقنيات الرقميه الناشئه.
طبعا منها الذكاء الاصطناعي، وده بيعرف طبعا بانه نوع من عمود الحاسوب، يعني بتصميم الات قادره على فهم بيئتها وتنفيذ مهام تتطلب مستوى محدد من الذكاء. طبعا من اهدافه طبعا فهم طبيعه الذكاء الانساني عن طريق عمل برامج الحاسب الاي اي. طيب ايه الفرع اللي موجود في الذكاء الاصطناعي اللي انا هقدر اوظفه في التراث الغير مادي؟ منها فرع معالجه اللغه الطبيعيه، وده بيجي في سرد القصص او الحكايات زي ما حضراتكم قلتوا واشرتوا. طبعا لان سرد القصص في الحضارات الانسانيه تقليدا عريقا، ولسرد القصص عده اهداف للتسليه طبعا والترفيه ونقل المعارف والخبرات. بيبرز دور المعالجه الاليه في تقنين سرد اللغه من خلال مرحلتين، الفئه الاولى هي تسليه التعرف على الكلام، اما المرحله الثانيه هي المعلومات الدلاليه. هل هناك مشروعات مطبقه ازاي؟ بالفعل هناك مشروعات، منها مشروع سرد القصص اللي هو انتليجنت فويس، ده بيتناول سرد القصص التراثيه المتعلقه بتقاليد الطعام والمراه، وذلك في حوار ذكي بين المستخدم والتطبيق المعتمد على تقنيات معالجه اللغه الطبيعيه. في تقنيات اخرى بتقنيه اداره الحوار، ممكن استخدم الروبوت في المتحف مثلا على سبيل المثال، يحكي لي الجانب التراث الغير مادي مثلا للقطعه الاثريه او للوحه او مثلا لاي عاده من الاعداد الموجوده. عندي كمان الترجمه الاليه، الترجمه الاليه ممكن ترجمه جميع الاشياء اللي تخص المحتوى الرقمي، سواء كانت قصص، سواء كانت امثال، سواء كانت اغاني، الى لغات اخرى بهدف نشر التراث بتاعه واستدامته. بعد كده عندي مجال التخزين، وده طبعا هو المشكله الكبيره اللي بتقابلنا سواء في التراث المادي او غير المادي. يعني مثلا في المادي عندنا مشكله المخطوطات، سواء كانت الاسلاميه او القبطيه الحقيقه، يعني عدد مهول، فده بنحله بتقنيتين، الحوسبه السحابيه، ودي طبعا بتعني استخدام جميع المواد الماديه والافتراضيه البالغه قابله للتوسع والمشاركه، طبعا ليها خصائص كثيره، الخدمه الذاتيه، تحديث صلاحيات مستخدميها، الاتاحه، خفض التكاليف، تحكم التلقائي، سعه تخزينيه كبيره، كما انها تكنولوجيا صديقه للبيئه، اللي طبعا هي بتقلل طبعا وجود نسبه ثاني غاز ثاني اكسيد الكربون. بعد كده عندي تقنيه الكتله او البلوك تشين، ودي تعتبر اكبر سجل رقمي موزع ومفتوح. ده اهميته في ايه؟ ان هو بيسمح بنقل الملكيه من طرف لاخر ودون الحاجه للوثيق مع تحقيق درجه امان عاليه. مزاياها طبعا باختصار شديد مواجهه الروتين، ضمان الجوده، التصدي للفساد، صعوبه الاختراق، السريه، نقل الملفات، حمايه الملكيه الفكريه، ودي برضه من اهم المشاكل اللي بتواجهنا في التراث الغير مادي. طبعا لكل هذه التقنيات توجد تقنيه مهمه جدا وهي الامن السيبراني، ان انا لازم امن التقنيات بتاعتي، البرامج بتاعتي، الارشيفات، المستودعات. بيعرف طبعا الامن السيبراني بانه مجموعه الادوات والسياسات والمفاهيم الامنيه والضمانات والمبادئ ومناهج اداره المخاطر والاجراءات والتدريبات وافضل الممارسات والضمانات التكنولوجيه التي يمكن استخدامها لحمايه التراث الغير مادي. طبعا بيحمي ايه الامن السيبراني؟ يحمي امن الشبكه، امن السحابه، ثمره الاشياء، امن البيانات، امن التطبيقات، تعافي من الكوارث، مشاركه المعلومات، طبعا المخاطر اللي تتمثل في الهجمات الالكترونيه زي برامج الفيديو ومن الوسيط تسلل الاحتيال. وهذه بعض الامثله التي عرضناها وسوف نتناول في البحث شيء من التفصيل بعض التقنيات الاخرى. رابعا نموذج مقترح لانشاء سحابه لصمت التراث الغير مادي، وهذه السحابه طبعا بترتبط بمنصه وبيضاف اليها تقنيات الذكاء الاصطناعي بحيث ان هي تبقى سحابه متكامله لكافه البرمجيات والاخرنا حاجه بتبقى عاليه. التوصيات من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال صمت التراث الغير مادي، يرضى انشاء سحابه لصمت التراث الغير مادي. النتائج طبعا هي قيد الدراسه لان البحث لسه قيد الدراسه. شكرا جزيلا للمستمعين. طيب انا وصلني من الاستاذه الدكتوره نهله امام ان هيبقى في معرض للحرف الحرفيه في ساحه الهناجر،
ان شاء الله يتم بعد ما نخلص الجلسه بتاعتنا ممكن حضراتكم تزوروه. طيب يعني النهارده احنا اتكلمنا كلام الحقيقه الدكتور استاذ تامر اتكلم على الارشيف والرقمنه واتكلمنا بشكل كبير عنها من الناحيه الفنيه والرقمنه، وبعدين خدنا بقى في جوله في الفكر بقى فكر التراث الثقافي غير المادي وعلاقته بالثقافي بالتراث المادي، وبعدين اتكلمنا على منصة اي كلتشر، وبرضو الدكتورة اتكلمت على فكر برضو المنصات ان احنا نعمل ازاي نعمل منصات وازاي نحفظ التراث غير المادي بتاعنا ده بشكل يمكن استدامته، يعني وان هو يبقى في استراتيجيه حقيقيه للتراث ده. طيب احنا دلوقتي هنبقى مع دكتوره ولاء. دكتوره ولاء محمد احمد هي هتكلمنا برزنتيشن دكتوره. دكتوره هتكلمنا عن رقمنة الافلام التسجيليه. نورتنا يا فندم. شكرا. رقمنة الافلام التسجيليه التراثيه ودورها في مجال حفظ التراث الثقافي رؤيه علميه تحليليه. كلام يعني عنوان قوي جدا بس ما قدمناش اكتر من 10 دقائق. ماشي؟ شكرا دكتور محمد وشكرا للزملاء الاعزاء اللي شاركوني المائده، استمتعت بكل مشاركاتكم. انا الموضوع بتاعي بيتكلم عن رقمنه الافلام التراثيه ودورها في مجال حفظ التراث الثقافي. انا بشتغل في اكاديميه الفنون المعهد العالي للفنون الشعبيه، وده المعهد المختص بحفظ التراث الثقافي. وانا بشتغل في قسم مناهج الفولكلور وتقنيات الحفظ مع عميد المعهد قاعد فاهمه. انا عميد المعهد فتراثيه الاقسام تحت ايديا. هي رئيسه القسم فانا كاستاذ في التخصص انا تحت ايديا. فكان يهمني بعد اللي حضراتكم قلتوه ان انا اتكلم عن فكره الرقمنه من حيث الافلام. عندنا في مصر كم ذخير من الافلام التراثيه، سواء الافلام دي افلام تسجيليه او افلام روائيه. في تراث مصر الذاكر، في كتير من العادات والتقاليد والمعتقدات والممارسات، الاحتفالات الشعبيه، الفنون الادائيه، كل العمليات، كل الموضوعات الفكروريه دي بيحصل لها عمليه تصوير في افلام تسجيليه، وبيحصل لها عمليه تصوير في افلام روائيه عن طريق بعض الحاجات اللي بيكون فيها استلهام من العناصر الموجوده في البيئه، وبعضها بيكون مشاهد حيه لما هو موجود في البيئه. وعشان كده لقينا في ضروره ملحه ان احنا نتكلم عن عمليه الرقمنه وطريقه الرقمنه. حصل حاجه في ما تقولي تعويذه بتاعتي في تعويذه كده هي شغاله. ايوه ممكن نتكلم. ان احنا عندنا فرق بين التحول الرقمي وفرق بين الرقمنه نفسها، مفهوم الرقمنه في حد ذاته. عملية التحول الرقمي هي تحقيق لمنظمات الدولة، خلاص مش مشكلة أنا ممكن أتكلم. عملية تحويل لكل مؤسسات الدولة ما مصر عليه وزارة الاتصال والتكنولوجيا والمعلومات، مؤسسات الدولة من إنها تكون مؤسسات أمن أو مؤسسات تتعامل عن طريق المستندات والأوراق وبطريقة أمن أو بطريقة غير مرقمنة ديجيتال، بطريقة رقمية إن أنا أحول كل البيانات للغة الكمبيوتر، هي لغة الزيرو والوان، بالمقصود بكده إن أنا أعمل عملية تحسين والعرض. ثانية واحدة، أنا النقاط الوحيدة اللي بتقلقش. أنا شو
لأكثر من موقع إلكتروني أو أكثر من جهة في نفس الوقت. فكرة مميزات الحفظ الرقمي أو الرقمنة بشكل عام هي سهولة الجمع الفردي للمؤسسات الموضوعات الموجودة في مؤسسات الدولة. فكرة إن أنا المعلومات إن أنا بقدر أحفظها بطريقة رقمية تكون غير معرضة للتلف بسهولة زي ما كان بيحصل قبل كده في الأفلام عن طريق المايكروفيلم اللي كان بنعمله عملية تخزين. أقدر أعملها بسهولة، أقدر إن أنا أعمل منها أكثر من نسخة، أقدر أعلي الكواليتي بتاعت الصوت والصورة أو أي كتابات مفهومة كانت على الفيلم أو على الموضوع اللي أنا عايز أعرضه. الحقيقة إن أنا حاولت أدرس التجارب اللي اتعملت على رقمنة الأفلام التراثية أو الأفلام اللي بتتعامل مع موضوعات الفلكلور. لقيت في بعض التجارب العالمية وبعض التجارب المصرية اللي اتعملت ده، لكن المشكلة عندنا في التجارب المصرية إن ما عندناش الأجهزة والمعالجات اللازمة اللي كانت بتساعدنا إن أنا أقدر أعمل أرشيف قومي قوي يحفظ التراث الثقافي المصور بالشكل الأمثل. ما كانش عندنا غير المشروع اللي قامت بيه مدينة الإنتاج الإعلامي، عملت مركز اسمه مركز حفظ وتوثيق مشروعات الأفلام التسجيلية والأفلام الروائية. المشروع ده كان ممول من الخارج وجات فيه جهات أجنبية. الجهات دي كانت مسؤولة عن إنها تحول الإشارة الأنالوج لإشارة ديجيتال. أنا كنت مستعرضة بالتفصيل شكل الإشارات وطريقة التحويل بتتم إزاي، عملية التحويل من الإشارة الأنالوج لإشارة ديجيتال والأجهزة المستخدمة لذلك. هي طبعاً كانت الأفلام موجودة على شرايط VHS وبعضها على مايكروفيلم. الشرايط الموجودة VHS كنا بنحولها عن طريق أجهزة الفيديو، الأجهزة الخاصة بتقنية الفيديو، وأقدر إن أنا أوصلها بأجهزة كمبيوتر وعن طريق برامج خاصة بتقوم عملية التحويل. بالنسبة للمايكروفيلم أو النيجاتيف أنا بوصلها بأجهزة معينة فيها شكل زي شكل الكاميرا بسينما، بقدر أحولها على الأجهزة الخاصة بيها عن طريق لغة يفهمها الكمبيوتر. طبعاً بتعمل على المعالجة المطلوبة. بعض الأفلام المايكروفيلم أو النيجاتيف دي بحتاج إن أنا أعملها عملية سكانينج عن طريق الماسح الضوئي ده وماسح الضوئي المتخصص اللي استخدمته المركز القومي للسينما، استخدمه مرات واستخدمته كمان مدينة الإنتاج الإعلامي. دي الأدوات اللي كانوا بيستخدموها في عملية المعالجة بتاعتهم. الحقيقة إن أنا ما كنتش بنقل الأفلام عشان بس أحافظ عليها من التلف اللي ممكن تتعرض له، لأن المايكروفيلم ده كان بيتعرض لتلف شديد نتيجة الحرارة الشديدة في التخزين أو الرطوبة الشديدة أو البرودة الشديدة، كل ده كان بيأثر عليه. لكن كمان سوء الاستخدام بتاع التركيب والاسترجاع لأجهزة العرض، إن أنا أعرض الفيلم وأركبه وأفكه تاني، فده كان بيتقطع الفيلم، كان بيوصل إنه يحصل له عملية تقطيع. وعشان كده حصل عملية الترميم فعلا.
مركز التمهيد السينمائي ده اللي موجود، التجربه بتاعته انا شرحها بالكامل، موجوده جوه مدينه الانتاج الاعلامي. هما كانوا بيحتاجوا لاجهزه ومعدات حديثه جدا، فكانوا بيوفروا لهم ثلاجات خاصه، دواليب خاصه، وارقام الافلام الوقت الموجود ده حصل من سنه 2018. طبعا حصل عطل شويه يعني في وقت الكورونا، ان هم قعدوا سنين طويله يعني فيه، حصل عطل شويه في انهم ما يكملوش المشروع بتاعهم، لكن بعد كده عملوا استكمال للمشروع وخرجت لينا الافلام. مش بس ان احنا قدرنا نحفظها، لا خرجت كمان بكواليتي عاليه. ده شكل نموذج الافلام اللي حصل عمليه صيانه ليها، طبعا موجود بيفور وافتر. هو ما نقلش الفيلم بس بيفور على الشمال والافتر على اليمين، هو ما نقلش الفيلم بس، هو كمان عمل له عمليه ترميم معالجه للالوان، حتى لو ابيض واسود فيحتاج لبعض المعالجات، وده تم في الحقيقه باتقان. الافلام اللي اتعمل لها ترميم كانت افلام جديده مصر السينمائيه، عشان كده انا قلت الافلام التسجيليه. لو عند حضرتكم فكره عن افلام جديده مصر السينمائيه، هي الافلام التسجيليه اللي كانت بتعرض لفتره طويله والى الان بينتجوا مجموعه كبيره من الافلام التسجيليه، قلت طبعا عن زمان لكن موجوده، وافلام كانت بتعرض دايما قبل الافلام اللي بيتم عرضها في السينمات. صحيح. كانت بتعبر عن موضوعات التوثيقيه المختلفه، سواء بقى للحياه اليوميه، لموضوعات اخباريه، لزيارات الامراء والرؤساء، او موضوعات خاصه بالحرف التقليديه او المشاريع القوميه العظيمه اللي بتحصل في الدول. دي كانت من اشهر التجارب الرائده. بعد كده ما عملت سيرش تاني عن تجارب اخرى، نظرا لتكلفه الاجهزه البغيضه دي ما كانش في تجارب كبيره. ممكن تكون مكتبه اسكندريه عملت رقمنه لبعض الموضوعات التراثيه عن طريق انها تعمل مثلا حاجات هم ابتكروها، عن طريق انهم جابوا نماذج 3D و4D مش للافلام، لبعض الاماكن الفولكلوريه او التراثيه، وعملوا لها تقسيم وعرضوها على المواقع بتاعتهم. في مشاريع بقى كانوا اعتبروها من ضمن مشاريع الرقمنه من وجهه نظرهم للافلام، انهم عملوا كتيبات واسمها موسوعات تاريخ مصر السينمائيه. دي موسوعات كبيره جدا بيضم فيها كل الداتا عن تاريخ مصر السينمائي، ارشيف قوي في اسماء لسعد الخضري، للدكتور احمد الخضري سوري، بيضم ارشيف قوي جدا لجميع المؤلفات المصريه السينمائيه باسم الفيلم والانتاج والتاريخ والعاملين فيه. المركز القومي للسينما فعلا عمل ضربه ترميم، بس المركز القومي للسينما عمل ترميم وتعديل للافلام اللي هي عايزين يعرضوها، يعني بعض الافلام بيطلب منهم ان هم يعرضوها في مؤسسات معينه او اشخاص او افراد عايزين يتفرجوا عليها، فبيعملوا ترميم للفيلم ده وبيعرضوه، لكن مش للاعمال كلها برضه نظرا لظروف الاقتصاديه اللي مش احسن حاجه اليومين دول، فما بيقدروش يعملوا ده. في بعض بقى شركات الانتاج هي اللي بتقوم بعمليه الترميم، بس دول ما يقدروش يعملوا كده غير لافلام هم اصلا اشتروها، فانا بشتري الفيلم يكون عندي امكانيه ان انا اقدر احوله للنسخه الديجيتال. زي بالظبط افلام مصر طبعا بتاعتنا، مؤسسه يوسف شاهين او الشركه بتاعته قدروا يعملوا ده لافلامهم، لكن مش كل المؤسسات قدرت تعمل ده. النتائج اللي انا وصلت بيها ان عمليه الرقمنه للافلام التراثيه مش بتشمل بس افلام، لكن كمان انا ممكن اشوف ان الوثائق والمخطوطات والصور الفوتوغرافيه النادره اللي كانت في الافلام تنضم تحتها، لان هي بتعبر عن جزء كبير منها. تاني حاجه في تجارب عالميه كان ليها السبب في عمليه التوثيق الرقمي مش التجربه المصريه، واحنا استفدنا منها كتير. تالت حاجه ان الدوله المصريه حولت المنظومه بتاعتها من انها مجتمع انالوج او مجتمع بسيط الى مجتمع رقمي في كل المؤسسات، وده عمل تحول اقتصادي بشكل كبير واضح. بعد كده في عندنا عمليه توثيق الافلام التراثيه المصريه بتم عن طريق العديد من النقط والاساليب واكثر من مرحله. عمليه التحول الرقمي تحتاج الى معدات واجهزه ضخمه ومؤسسات تدعمها. شكرا لحضرتك. شكرا لك. هو الحقيقه ممكن ان انا يعني اوجه حمايه حضراتكم ليها، هو طبعا تعريف موضوع التحول الرقمي، ان هي يعني كان اثناء الحوار
تم تناوله من اكتر الزاويه ومن اكتر الحاجات اللي اختلف عليها المجتمع البحثي. فكره التعريف ما هو التحول الرقمي وتعريفاته، لكن بنسبه 70% أو 80% وصلنا لثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه هي باللغه الانجليزيه اسمها ديجيتايزيشن، ماشي، وهي الارقام، صح كده؟ ماشي، اول الارقام ماما لا الارقام خد بالك او الترميز. الحاجه اول هي في الخدمات بتقول عنها الميكنه، ماشي، وهي تحويل المحتوى للصوره الرقميه بكل بساطه، تحويل المحتوى للصوره الرقميه او تحويل العمليات بتاعتنا العادية للصورة الرقمية، تمام؟ يعني المصطلح الصحيح أرقام مش رقمنة. أنا هقول لحضراتكم بس صبرا أنا آسف. فدي أول ستيب، ماشي، أول خطوة هي الديجيتاليزيشن، ماشي، كل الناس بتتكلم عليها. الخطوة الثانية اسمها الديجيتاليزيشن داخل فيها الإيه، ماشي، دي هي الرقمنة، ماشي. والرقمنة هنا مش بمعنى ان انا مثلا على سبيل المثال، خلينا نرجع لموضوعنا من هنا، لما نيجي نقول ناخد برديه من البرديات وهنحولها للعالم الرقمي، فاحنا اول خطوه منها ان احنا بنحولها للصوره الرقميه في ان هي تبقى موجوده اونلاين والناس تقدر تشوفها وتبحث عليها وكده. لو انا قلت بقى ان انا هنتقل للمستوى الثاني هو الرقمنه او الديجيتاليزيشن، فلا الموضوع هيبقى اكبر من كده. ممكن اخد مثلا محتوى البرديه ديت لو هي بتتكلم على قصه ما، فهعمل القصه بصوره رقميه في صوره انيميشن، في صوره فيلم رقمي او سينما رقميه، يعني فورمات تاني. الرقمنه هنا بتتكلم على زياده العائد من المحتوى نفسه، وان احنا بنوصل لقيمه مضافه اعلى من اللي كانت في المرحله الاولانيه. يعني مش المحتوى نفسه، المحتوى زائد اشياء اخرى، القيمه مضافه، لازم في قيمه مضافه. المرحله الثالثه وهي التحول الرقمي. الله، طب ما اللي فات ده كان ايه؟ ده مش تحول رقمي. طب التحول الرقمي بقى لما يكون عندي منظومه متكامله فيها منصات مختلفة، ومنصات دي بتتكلم مع بعضها بشكل رقمي علشان يحصل موضوع صون الأصول الرقمية، وإن يبقى في عندك البلوك تشين، إنك أنت تقدر إنك أنت تعرف إن الأصل ده تابع لمين أو مين بيملكه و و و و، ماشي، اللي هو الديجيتال ترانسفورميشن. فإحنا عندنا الثلاث حاجات دول محتاجين ان احنا واحنا بنتكلم ان دايما بيتم الخط بينهم بشكل كبير، و يعني الحقيقه الاعلام عليه مسؤوليه كبيره في الموضوع دوت، وهو الخط جاي من الاعلام، ماشي. فالناس بتقول على الديجيتاليزيشن تحول رقمي، بينما مش هو ده يا جماعه، تحول رقمي الموضوع ابعد. طب احنا فين من الكلام ده؟ احنا لسه في مرحله الرقمنه، المرحله الاولانيه الارشفه بالصوره البدائيه بتاعتها تعتبر في المرحله الاولانيه. لما نيجي ننتقل بيها للمراحل الاخرى بتاعت القيمه المضافه اللي الاستاذ تامر كان بيتكلم عليها، فكره التوصيل، فكره ان انت بتوصل لبعد اخر ابعد من المحتوى، فانت كده بتدخل في مرحله الرقمنه. فاحنا في احسن الظروف في بين المرحله الاولى والمرحله الثانيه، انما لسه بعاد قوي عن المرحله الثالثه. عشان نوصل بقى للمرحله الثالثه دي محتاجين ان احنا بقى عندنا منظومه متكامله، واخد بالك ان احنا كلنا بقى قاعدين مع بعض ونقدر نخطط لمنظومه متكامله فيها بني ادمين مدربين ومؤهلين. على الحاجه اللي حضرتك اتكلمت عليها دي من اخطر ما يمكن، انا واجهتها في وزاره الثقافه، انا كنت مشارك في احد المشروعات الخاصه برقمنه المحتوى، ماشي، وكانت الناس كلها بتبص على الموضوع من وجهه النظر اللي هو الارقام مش الرقمنه، ماشي، وكنا بنقعد نقول برضه بس. وكانت المشكله الكبرى ان في تراث فقد، في تراث كبير فقد. يعني انا دخلت احد الاماكن مش هنقول هو ايه، وفي حاجات برامج وحاجات يعني رائعه مصر، بدون ماشي، روائع مصر، عندها روائع يا جماعه، وعندها تراث غير عادي، ممكن يجيب لنا مليارات الدولارات، ماشي. لكن الحقيقه ان احنا فقد بسبب ان احنا تاخرنا في الموضوع ده، ماشي. ف
في موضوع التقبيل، في موضوع التحويل، الامور وصلت محتاجين ان احنا نتبنى. وده جزء بقى يعني دكتور هشام مشكورا، يعني احنا شغالين مع كمان انا لجنه الثقافه الرقميه في المجلس الاعلى، احنا شغالين على استراتيجيه للموضوع ده بشكل كبير. لازم نلحق المحتوى الفاضل، لازم نلحق التراث بتاعنا. في ناس بتاخده مننا ملابس، طبعا انا مش هقول مين، بس الملابس اتسجلت باسم احد الدول الشقيقه، الملابس بتاعتنا والتصميمات اللي هي موجوده في سيناء وخلاف. احنا محتاجين نتحرك. طبعا تراث الدكتور احمد مرسي بالاطلس بالشغل اللي تم عليه، محتاجين يشتغل عليه بشكل كبير. انا متفائل جدا بان الاسم الدوره دي باسمه، محتاجين يشتغل على الارض. ويعني انا شايف ان الامل مش ان الحكومه تعمل المشروعات دي، انا شايف ان الامل ان حاجات زي فكره اي كلتشر، ان احنا عندنا مؤسسات ان جي اوز تعمل المشروعات دي، او شركات ناشئه شباب يجي يبقى مؤمن بالموضوع ده ويشتغل عليه ويكسب فلوس وينجح ويبقى له اطار عالمي. دكتور لو عندك مداخله. شكرا للدكتور بالحياه، يعني اذا المسلمين كنت مستنيها وبعتذر انا كده كويس. السيستم ان انا جيت بالدخل اللي كنت متصور انها ان المائده بعد يعني اساس العذاب يبقى مختلف، لكن شفت الساعه 4. طيب انا في جزئيه بس شديده الاهميه والخطوره من وجهه نظري، انا اصلا خريج مكتبات ومعلومات توثيق وتخصصت في الفولكلور، فبقيت متخصص في الاركايفنج في الفولكلور. كويس تخصصي. اللي انا شايفه في مساله توثيق التراث الثقافي غير المادي او التراث الشعبي، ان في مصر رائده في الجهود بتاعتها في مساله التوثيق. يا استاذ ده المشكله في ان احنا بنعمل في جزر وعزم، ودي حاجه انا اتكلمت فيها كتير. المنظومه يا دكتور، منظومه يعني طبعا هروح حتى على معلومات واحنا قاعدين اهو، شايف الاثنين دول مثلا ريهام وولاء، ماشي؟ ريهام بتتكلم في مشروع عن الصين، كويس؟ في مصر القديمة، وبنشوف دلوقتي المسألة شغالة في ايه. قد تكون هي ما تعرفش انه ولا تضرب بتاعتها فولكلور الصين، ها؟ أو أنت بعض، ما هو بعضهم بعض. تضرب بتاعتك وده جامعة ميداني فولكلور الصين وجامعة كذا وإلى يعني ده نموذج، ده نموذج بسيط جدا. دي مشكلة يا دكتور. في مصر في حوالي 100 مؤسسة حكومية وغير حكومية تشتغل نفس الشيء. حضرتك كنت بتذكر دلوقتي قلت الأرشيف بتاع الدكتور أحمد الله يرحمه، هو اللي هو بيت السحابي في مركز الإبداع في بيت السحابي، نادي اجتمعت مادة شعبية كبيرة جدا وحطت في شرايط واتعملت وقفت. تمام؟ كويس؟ ربنا يستر. بس وفي الأطلس، لا ما أنا هقول لك على الأخضر، وعندنا حاجة اسمها أطلس المأثورات الشعبية، دي مؤسسة حكومية منتشرة في مصر وجامعة شرط وحاجات. صحيح. طب هل حضرتك تعرف إنه في مركز دراسات الفنون الشعبية مثلا ده من سنة 57؟ حضرتك يا رجال. أنا هقول لك أمارس عليكم بقى إيه؟ أيوة معلش. أنا هقول لك أمارس عليكم بقى إيه؟ أنا هقول لك أمارس عليكم بقى إيه؟ أنا هقول لك أمارس عليكم بقى إيه؟ وتلامذتي مش عاوز اقول ولادي، يعني كل ما بشوف حد بشبكه مع يعني انت بتعمل كذا انت بتعمل كذا يا مصطفى، ده الراجل ده انا جايبه من وزاره العدل عشان يجي يعمل الدبلوم عندنا، استشرته كذا كده. اللي انا عاوز اقوله ايه؟ الجهود دي كلها محتاجه ان احنا كلنا نعرف احنا بنعمل ايه. مركز الفنون الشعبيه ده محدش يعرف برضه عنه حاجه، مركز بقالوه انت شرف انه في قسم مثلا اهو الدكتوره دعاء خرجت من القسم اسمه متاحف التراث الشعبي، وده محدش يعرف حد عنه حاجه، محدش يعرف ان عندنا في مراكز حرف شغاله، وان في جهود، ان في مركز للتراث الثقافي الشعبي العربي على مستوى العالم العربي مثلا، انا اشتغلت فيه مع 200 خبير عربي وهيطلق قريب، وان في مركز الفولكلور، مكتبه الاسكندريه فيها شغل في الموكلات، وفي شغل كثير جدا جدا على الشابه دي جايه تعمل عن توثيق الاكلات الشعبيه وكده، ما نعرفش بعض خالص، ده على المستوى الفردي ولا على مستوى العلم ولا على المستوى المؤسسي الا بالصدفه. طب نشتغل عليه دكتور اهو دلوقتي.
يعني دي نخليها يعني جزء من النتائج او التوصيات بتاعتنا. نعم ماشي. واحنا دي حاجه ممكن نتبناها في لجنه الثقافه الرقميه دي ان احنا ممكن نعمل ممثله متقدمه. احنا كل حاجه بنقعد ننتظر ان احنا هنعمل حاجات متقدمه وبعدين مش عارف خالص. صح. انا اظن البنت الدكتوره صوره ما انا نفسي بس منكم زي هل البنت الدكتور محمود مجدي؟ لا طيب اصل هو كان اسمر وكان كبير يعني معلش يعني انا قلت مش معقول. بس مش بيضا كده انا طيب يعني اللي يمكن بس الدكتور محمد وضحني انا كنت مركز قوي في البيت بتعملي عن زور المنصات اللي معموله بالفعل مش كده يا دكتور؟ ايوه يعني هو الحاجات اللي اتعملت اللي معموله كان بتعملها هي بتقدم استراتيجيه ازاي ان المنصات دي تحمي كمان الاصول الرقميه اللي تمام. في الدوت نت وانا كبير في الدوت نت في مكتبه اسكندريه اتعمل في مشروع ضخم جدا برضه بصرف نظر عن جزء من المعادله في كمان مشاريع اشتغلت قويه وفي ماء يعني وفي كالتراما وفي مثلا مشروع ذاكره العالم العربي مثلا اللي اشتغلنا فيه بشغل جبار جدا وفجاه وقف يا استاذ. يعني احنا بننهج عارف حضرتك زي السيزيف كده اللي هو بيطلع ويشيل قدر ويقع وينزل تاني وكلنا الله هو انت عامل في كذا طب ما انا عامل طب بقول لك طب ما كده يعني يعني رغم كل التكنولوجيا اللي احنا فيها دي قضيه لازم ننتبه لها والا كلنا فعلا هنرهق ونتعب ولحد دلوقتي فعلا بكل الخبرات يا دكتور اللي عندنا وتاريخنا ده ولادنا اهو في الرقمنه ومعهد للفنون الشعبيه في قسم للتوصيل الطالب بيتخرج عندنا 4 سنين متخصص توصيل تراث الشعب على فكره يعني عاوز اقول ايه؟ هنرهق ونتعب ولحد دلوقتي ما يتبقاش لهم. لا بص هقول لحضرتك على حاجه احنا قدمنا في اللجنه الثقافه الرقميه قدمنا للاتحاد الاوروبي بفكره ان احنا نرعى افكار ناشئه وستارت ابس تشتغل في المجال ده بالذات. نعم. في مجال ورغم من الله ان احنا عندنا موافقه عليه لو ده حصل واخد بالك كل الافكار اللي عندنا. بص انا بصراحه مش مؤمن ان الحكومه تعمل كل حاجه. لا لا لازم القطاع الخاص هو اللي يعمل الحاجات دي ويعملها بفكر ايجابي ويكسب منها ويشغل الناس ويبقى عندنا كوادر ويبقى عندنا منظومه متكامله هو ده الحل الوحيد. وانا طبعا يعني انا ارجو حضرتك خدت الحضور احنا محتاجين ناخد الحضور عشان هنتواصل مع بعض. لا يعني لو في ورق فعلا نمررها الحضور بتاع الندوه مهم جدا ان احنا عشان نتواصل مع بعض لان هيبقى في فعاليات ثانيه وانا هدعوكم لجنه الثقافه الرقميه بحيث ان الدكتور محتاجين ان احنا نوصل الكلام دوت ما يبقاش قاعده وخلاص. صحيح في جهود كتير لازم تتحط في اعماله. اتفضل يا شكرا. فأرجو إن احنا فعلا نعمل الحدود. اتفضل يا دكتور عايز تقول. هو بس حضرتك ذكرت نقطة إن مش لازم تعمل كل حاجة. في تجربة أنا بس حابة أذكرها لوزارة التخطيط. كان في مبادرة رئاسية اسمها فن سفير وللتنمية المستدامة. المهم هذه المبادرة لما تقدمت ليها وتم الاختيار انا فوجئت ان هم عملوا انترفيو معانا احنا اتنين بس من تخصصات نظريه وخلاص حتى انا الوزير قال الكلمه قلت له طب انا هستفيد من بتاع الاقتصاد هستفيد من بتاع الهندسه انا هستفيد ازاي من بتاع التراث والاقتصاد كده قدموا بروبوزل في تنميه وتنميه اقتصاديه وزي ما قال دكتور محمد بشيك لا انا لازم اكسب اصل هي المرحله دي مش انا اقدم بس وخلاص لا انا عايز اكسب الحقيقه هم فاتحين الباب ان اي حد قدمنا بروبوزل انا فاكره كان المقترح بتاعي عن الحرف وازاي اقدر استثمرها في مجال التنميه المستدامه وتم قبوله هم بيقولوا يا جماعه احنا عايزين افكار وهتطبقوا على فكره في مشاريع على المستوى الهندسي فعلا تبنوها ولكن هم شايفين ان احنا ما نقدرش نعمل يعني دي مشكله. لا بص اقول لحضرتك على حاجه انا شخصيا
برضه مش عامل ايه، ما بحبش اتكلم على الغير. انا شخصيا كنت مسؤول عن برنامج انا اللي عامله، التصميم كامل بتاعه وصناعه الدعايه، وكان الجزء الثقافي فيه اساسي، وكنا البرنامج كان ممول من المجلس الثقافي البريطاني لصناعه الدعايه في مصر. كان برنامج ممول من المجلس الثقافي البريطاني، وتعمل حاضنه للصناعات الدعائيه الثقافيه، وكان فيها البرفورمنج ارت اللي هو العروض الفنيه، وكان فيها ناس بتعمل شنط تراثيه، وكان فيها على فكره ناس من سينا ومن الوادي الجديد ومن كل حته في مصر، واخد بال حضرتك؟ وخد فلوس وخدوا سبورت من المجلس الثقافي البريطاني. انا قصدي الفرص موجوده كتير، ولسه هيبقى في فرص اكتر، ماشي؟ لان يعني انا بشوف ان هو بلدنا الجزء الرئيسي في اللي هينهض بينا كلنا هو موضوع الابتكار ورياده الاعمال والشركات الستارت ابس، وان الشباب تدخل وتعمل افكارها وان هي تنطلق في الموضوع ده. غير كده مش مفيش حاجه، مفيش جديد هيحصل. يعني هو الجديد هيجي من هنا، تمام؟ بايدينا يعني، ماشي؟ ما فيش حد هيعمل لنا الجديد. فلو احنا عايزين نشتغل على الجانب الثقافي، ها، الافكار ماشي تبقى جاهزه، تعلموا تعملوها في نماذج عمل، نموذج عمل بيزنس، ازاي يكسب، ازاي تقدم استدامه، مش لازم تكون بتعرف تكنولوجي خالص، ها، تقدموا للجهات، هو هيعرفك بالناس بتوع التكنولوجي، وانتوا تدخلوا تبقوا تيمز مع بعض. وياما عملنا حاجات دي المهندس احمد معايا، ياما عملنا القصص دي، الناس ما بتبقاش عارفه وما عندهاش البيزنس او التكنولوجي، الحته بتاعت التكنولوجي، ونعرفهم مع الناس بتوع التكنولوجي ويدخلوا مع بعض ويعملوا شركات و لا، وفي خدمات من الدوله ما حدش برضه يعرف عنها حاجات. بص اقول لحضرتك على حاجه، حضرتك تعرف ان الاكاديميه البحث العلمي عندها اكثر من 40 حاضنه اعمال بتمول الشباب المصري من افكاره ب 300,000 جنيه واكثر، واخد بال حضرتك؟ لكل فكره علشان يقوموا بالافكار بتاعتهم، ماشي؟ ها؟ رواد 2030 من وزاره التخطيط، وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عندها حاضنات. الدولة الحقيقة مركز اقامة للسينما، الحقيقة في انفاق كبير جدا على ابتكار ريادة الاعمال، ولازم بقى ندخل احنا الناس اللي هي مهتمة بالشأن الثقافي تدخل بقى في الموضوع ده. يمكن الموضوع كان بعيد عننا، بس في دي فرصة كبيرة جدا. فرصة فرصة. شكرا لحضراتكم، شكرا جزيلا، وسعدت بيكم جدا. اتفضل اتفضل يا فندم. ماشي، شكرا لحضراتكم. يعني تنوع الموضوعات، يعني هبدا معاك التغيرات المناخيه، هو ايه اكثر التغيرات المناخيه مستقبل الثقافه والتراث؟ الدكتور دعاء اتكلمت على هو الحكم بياخد بايه الاول. هتكلم شويه عن الحضاره المصريه لما بدات، او اول ما بدات قبل ما تبدا الحضاره المصريه، كان الانسان عايش فوق الهضبه بعيدا عن نهر النيل. كانت القصه ان هو نزل من الهضبه لنهر النيل بدايه من تغيرات مناخيه، وعايش على الهضبه على الجمع والالتقاط وصيد الحيوانات، الامطار بتنزل بيشرب من المايه بتتجمع وهكذا، حصل تغير مناخي جفاف حل، فاضطر ان هو ينزل للغابات الموجوده حوالين نهر النيل يشيل الشائش ويقتل التعابين، وبدا يستقر، بدا في مياه موجوده دايما، فبدا تتحول الثقافه بتاعته من ثقافه الجمع والالتقاط الى ثقافه الاستقرار والزراعه، وظهر الريف، الريف ثقافه في حد ذاته. بدا يبقى عنده فائض من الانتاج الزراعي، ادى الى تحول في الثقافه، ان بعض الناس هتسيب الزراعه وتتجه الى ثقافه المدن، فتحول ثقافي الى ظهور المدينه، عمل حضاره، بدا يعمل الحضاره بتاعته وبيسجل التاريخ بتاعه على جدران المعابد. فاثناء ده كله وهو حتى في العصر الحجري ايام ما كان على الهضبه، كان اثناء الجمع والالتقاط كان في بعض الحاجات بتستصعب، فبدا يصنع ادوات، ده مقابل للحضاره، وهو بدا الثقافه بتاعته تتغير بناء على المتغيرات اللي كانت بتحصل في البيئه. لما جه بقى في العصر الحديث هنبني السد العالي والمعابد هتغرق، فبداوا هينقلوا معبد ابو سمبل. ليا صديق اثري هو ما زارش معبد ابو سمبل قبل كده، فانا زرته كذا مره، فيلا نزور معبد ابو سمبل، رحنا نزور معبد ابو سمبل. فسالت سؤال كده واحنا رايحين، هو معبد ابو سمبل هم بيقطعوه عشان يقولوا من المسيح اللي
المرض جاي للمنسوب العادي، ما حصلش حاجه، ما فيش حاجه خسرت، ما فيش حاجه باظت، فهو رده قال لي مستحيل، ده كانت العمليه دقيقه جدا، مستحيل ان في حاجه كده تحصل. فزورنا المعبد ويعني اتعرفنا على مدير المعبد، فودانا بقى المتحف باعتبار بقى ان هم اساليين مع بعض. ففي مجموعه وثائق محدش يعرف عنها حاجه، الوثائق اللي اتكتبت اثناء نقل معبد ابو سمبل. فبدانا نقرا كده في حاجات موظف اتحول للتحقيق بسبب ان هو بينقل قطعه اثريه وقعت منه في القصر منها حاجه، الدوله المصريه بتقاضي شركه بناء على المعده بتاعتها وقعت حاجه، فتحشيم في فريق الوثائق دي محدش يعرف عنها حاجه ومش وصفها ولا حد درسها قبل كده. خلينا التجربه في موضوع التوثيق مع الدكتوره صفوة في اداب القاهره، كان عندها مشكله في الخرايط الموجوده في الفرقه بتاعت ال عندها مشكله مع الخرايط بتاعت الجغرافيا الموجوده في المباني بتاعت البلد، فهي حبت تعرف الخرايط دي اصلا بتعمل ازاي، عايز تعمل لها رشيق او حاجه زي كده، فجت لي عايز تفهم نظام تقييم الخرايط وكده، عايز تعمل لها رشيق زي رشيق المكتبه يعني. فانا بشتغل في السنسنج او بشتغل عن بعد، ففي منصه للمساحه الجيولوجيه الامريكيه، لو انا عايز اي مريض قمر صناعي اسمح لي ان انا اخش اعمل سيرش بالباسورد او ان هي تديني اديها الاكس واي اديها اللوكيشن او الكلام كله، فجت الفكره في دماغي ليه ما يبقاش عندنا حاجه زي كده للخرايط، حاجه مش موجوده اصلا في مصر خالص، ارشيف رقمي للخرايط وابحث فيه من خلال اسم الخريطه، اسم اللوحه او الاكس واي او المكان او او، فالفكره عجبتني قلت لها بس يعني انا اقول لحضرتك القصه بالنسبه لنظم المعلومات الجغرافيه، لكن عايزين نجيب كاميرا يعني البرنامج بتاعنا. حاولنا لحد ما الحمد لله يعني وصلنا للبرنامج ونشرناه في مجله تي 1 تبع هيئه الشرع عن بعد الحمد لله، لكن لما حبينا نسوق الفكره عشان الحته الاقتصاديه بقى احنا فاصطدمنا ان اصلا في مشروع للدوله اسمه الـ NSDI اللي هو مشروع قاعده البيانات الرقميه للقوميه الموحده. ما عطلش القصه دي هيئه المساحه والمساحه. مش اذنها مش بس كده، قال لي هو حضرتك لما هتعمل ده رقم يعني لما تحول كل خرائط للمرور رقمي واي حد في اي مكان يقدر يطلع انا هكسب منين؟ يعني اقتصاديه خالص. هو لازم الموضوع ده يفتح مش انت مش انت اللي تقول اه بالظبط كده. شكرا خالص. السلام عليكم. عايز اسال حضرتك ما تبقى حضرتك تتكلم؟ انا حضرتك مش هتكلم. في عندي سؤال للدكتور، ازاي هيبقى في امكانيه للوصول الرقم والاتجاه الالكترونيه للماده الفلكلوريه وفي نفس الوقت يبقى في ديوب، مع ان انا عندي تجربه ميدانيه تمام اكتر من سبع سنين بالظبط تمام، ازاي اللي انا هقدر اللي انا احكي حاجه او معلومه عن الانسان اللي داخل يشوف التراث بتاعنا تمام احجبها ليه؟ ده سؤال يعني. انا دلوقتي عندي اتاحه الكترونيه، انا المفروض بعمل تسويق للسياحه الثقافيه بتاعتي مثلا على سبيل المثال في التجربه بتاعتي بتكلم فيها عن الحرف التقليديه في الدار الاحمر مثلا تمام كده، ازاي ان انا هقدر اتاحها ولا ما اتاحهاش ليه؟ ده بس سؤال يعني. انا مثلا ايه دلوقتي مفهوم ايه سوق ايه مفهوم الاتاحه وايه مفهوم ان انا اقفل على الناس؟ اتفضل يا استاذ. بس اتفضل يا طيب هو لما مش دكتور وطلعته دكتور لا طبعا. السؤال انا ما قلتش المعنى عن الاتاحه والحمايه، فانا هتيحها من اي يوزر ان هو يتفرج عليها، لكن انا واخد احتياطاتي. حضرتك قلت الاتاحه الالكترونيه يا اما مفتوحه يا اما مسيوط. ايه؟ انا مسجلها مقننه، لكن انا اقصد ان انا احجب جزء منها او شيء. اعتبر ان انا دلوقتي هوثق تجربه حضرتك في الدار الاحمر بشغل خياميه او شغل ارابيسك مثلا. انا هوثقها واتاحها ان حد يتفرج عليها وليكن يوتيوب مثلا بالديتا بتاعتها كامله مين اتفرج عليها وكده، بس ما حد اي حد ياخدها عايز يعمل داونلود ليها كفيلم ياخد، عايز يقطع منها المشهد اللي هو عايزه كسي سي او كالاتاحه المشاعريه ماشي، لكن ما يقدرش يسيبها لنفسه. فانا اللي عايز اعمله ان انا رقم واحد ان انا وثقت شغلي خاص بيا، رقم اتنين ان انا لما اشعتها عشان اقول للناس يا جماعه دي تخصني انا، لكن ما اقصدش ان انا هاجي اتفرج على نص المشهد بس او كده او في جزء افضل.
مقاطع حضرتك، في ناس بتحط مثلا دقيقة واحدة بس لحرفة المسمى. تمام. بصوا يا جماعة، الموضوع ده طبعا من أهم، أنا بشكر حضرتك عليه، الموضوع ده من أهم الموضوعات، هو الإتاحة أو عدم الإتاحة. حقيقة في تكنولوجيا دلوقتي بتقدم الموضوع ده، هي تكنولوجيا البلوكتشين، هي بدأت تقدم قصة أنك أنت تتيح ولا تتيح، ماشي، لمن يملك الترخيص، ماشي. بس دي لسه بيعوزها يعني بعض التشريعات والقوانين، ولسه احنا شغالين على القصة دي. لو كمل هيبقى عندك الفرصة انك انت تتيح المحتوى من خلال منصات البلوك تشين، وتتيحه للشخص اللي هو بيمتلك حق عرض المعلومات دي وما يقدرش يعمل لها داونلود، او ما يقدرش ان هو في انظمة رقمية دلوقتي لكمان انفاذ القانون، انفاذ القانون فيما يتعلق بالملكية الفكرية، واخد بالك، بشكل كبير. بس دي تقنيات متقدمة، واحنا لسه في مجتمعات اكثر نضجاً من الناحية الرقمية من المجتمع بتاعنا. فاحنا محتاجين نشتغل بس الاول على المرحلة الاولانية دي، نسد الفجوات بتاعتها، وبعدين هنلاقي انا نفسي الشغل كله عشان بس انا بكلمك بس في الوقت بتاعك، ماشي. طيب احنا طلب مننا ان احنا نقدم توصيات، فانا طبعا من الحوار قلت ان احنا ممكن العمل على اطلاق مبادرات لرياده الاعمال الثقافيه وخصوصا فيما يتعلق بالعالم الرقمي، التكامل بين زي ما الدكتور كان بيتكلم على ان في تكامل بين العاملين في العالم، في عالم ثقافه التراث غير المادي بشكل كبير، والباحثين وعرض المشروعات بشكل كبير. ايه تاني شايفين؟ بس يعني استاذ تامر كان قالها كده، اي حد عايز يشتغل في مجال التوثيق اتمنى ان هو يستعين بحد تخصصه ارشيف، لان احنا عندنا معايير دوليه بتحكمنا في توثيق كل حاجه مختلفه. التراث الشفهي ليه معايير، الصور ليها معايير، الفيديوز بيبقى ليها معايير، الخرايط ليها معايير، حتى الخرايط ليها معايير. هي على فكره هي والدكتور مصطفى الاثنين مشرفين على رسالتي للماجستير، عشان انا بجمع ما بين الارشيف، بعمل ارشيف للمأكولات التراثيه في واحد سيوة، فانا بجمع ما بين شغل الفولكلور وشغل الارشيف. تمام. يعني انا شايف برضو دي نقطه مهمه، ان احنا ممكن نقول اطلاق مبادرات لتطبيق المعايير القياسيه، المعايير القياسيه في كل ما يخص التراث الثقافي غير المادي، بحيث نفضل نصل لافضل عمليات الرقمنه. انا عندي استفسار بس، يعني حضرتك بتشتغلي على المعايير بتاعت الأرشفة ولا معايير الحصر بتاعت التراث الثقافي غير المادي اللي أقرها اليونسكو؟ لا عشان كده في مشكلة بقى، ما أنا هنا بتكلم في مشكلة تانية، هو لازم بقى الدمج في الحالة دي، لأن إحنا عشان عشان كل شغل يبقى مكتمل، يعني إحنا مثلا بنشوف المنهجية معايير الجامع الميداني مثلا اللي اقرها اليونسكو اللي احنا مثلا شغالين بيها عشان يبقى عندنا مرجعيه نشتغل عليها في الجامعه او في الارشيف او في الدوله، مجلس اداره الارشيف هو اللي بيحكمه. تمام. معاييرتي مش بتاعتي، كويس. فالدمج بقى ما بينهم، يعني هل ده بقى في الاخر هيبقى معترف بيه ومقرر بيه في اليونسكو، لانه احيانا بيتعارض في شكل الارشفه بتتعارض مع بس في جميع الاحوال، في جميع الاحوال احنا زي ما كنا بنتكلم كده دلوقتي، احنا لسه في ايه؟ مستوى الاول في النقطه الرقم، احنا لسه محتاجين نشتغل على الموضوع ده بشكل كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور زياد يوسف، مدرس المسرح الشعبي بالمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون بمصر. ورقتي العلمية تحمل اسم استلهام الحكايات الشعبية العربية في الوسائط المتعددة كوسيلة للبقاء. في البداية كان السرد. يقف التراث الإسلامي متعارضا بشدة مع نظرية داروين في التطور،
تلك النظرية التي تفترض أن الإنسان هو كائن متطور عن كائن آخر ربما كان القردة العليا. وللأسف الشديد فإن بعض علماء الإثنولوجيا مشوا وراء هذا الافتراض. إذا مشينا وراء هذا الافتراض فهذا يعني أن الإنسان قد عرف اللغة في مراحل متطورة من الحضارة، بينما القرآن الكريم يقف حاسما في هذه المسألة. إذ يقول الله في كتابه الكريم: إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها. علم آدم الأسماء كلها تعني أنه علمه كل لهجات الأرض. وهناك قصة شهيرة في التراث الإسلامي تتحدث عن أن حام وسام ويافث بعد الطوفان انتشروا في ربوع الأرض كل بلهجته ليتعلم أهل الأرض اللهجات المتعددة. إذن من البداية يعرف الإنسان الكلام، يعرف اللغة، يعرف الحديث، يعرف السرد. إذا أنه من الطبيعي حينما يخرج هذا الإنسان لكي يصطاد في يومه الطويل، عندما يرجع في المساء لكي يلتقي بأولاده، يلتقي بزوجته، سوف يحدثها ويحدثهم عما كان منه طوال هذا اليوم. ومن هنا كان السرد موجود لدينا منذ البداية، منذ بداية الإنسان، منذ بداية التاريخ. للحكاية الشعبية سحر عجيب، ولكن قبل أن نشير إلى هذا السحر وقبل أن نشير إلى مدى تشابك الحكاية الشعبية مع غيرها من الأجناس الأدبية الشعبية الأخرى، لابد أن نشير أن هناك غبن أيديولوجي قد حدث للأدب الشعبي عامة، إذ أن هناك بعض النقاد قد أخرجوا الأدب الشعبي من دائرة الأدب معتمدين على أن هذا الأدب يخاطب الناس بالعامية، أيا كانت هذه العامية، العامية العربية، العامية الإنجليزية، ولا يخاطب الناس باللهجة الفصحى الرصينة، متجاهلين تماما ما لهذا الأدب الشعبي من جماليات في اللغة، في اللهجة، جماليات في التناول، جماليات في النسق الدرامي الذي يستخدمه، وكأن الأدب الرسمي فقط هو الذي به هذه الجماليات، ومتجاهلين حقيقة أخرى أن كل الأدبيات الرسمية أو معظمها قد بني في الأساس على الأدب الشعبي. تشابكت الحكاية مع كثير من أنواع السرد القصصي الشعبي، أولها الحدوتة. ذلك النوع من السرد القصصي عرفته الإنسانية في طورها الأول، وهو عمل نسائي بحت، لم يكن للرجال فيه دور، إذ أنها كانت قصص سردية قصيرة تحكى للصغار بغرض التحذير من أخطار الطبيعة أو التحذير من شيء ما يشكل خطر عليهم. تشابكت الحكاية أيضا مع السيرة، وربما كان وجه الاختلاف بينهم أن السيرة تشمل كل جوانب حياة البطل، بينما الحكاية تشمل جانب واحد فقط من حياة ذلك البطل المحكي عنه. وربما تشابكت الحكاية مع السيرة فأنجبت علي الزيبق. ما زالت الحكاية تتشابك، وهي تتشابك الآن مع الموال القصصي، ذلك الموال الذي انتشر في ربوع مصر ليعبر عن وجدان شعب يتمسك ببطل قد يكون في نظر الآخر أو في نظر السلطة في ذلك الوقت هو مجرم أو خارج عن القانون، ولكن الشعب يتمسك بكونه بطلهم المنشود. ياسين، أدهم، حسن، هؤلاء الأبطال مثلهم في الأساس مثل علي الزيبق، ذلك الخارج عن القانون كواحد من الشطار، وهؤلاء خارجين عن القانون في زمنهم الجديد. بالتأكيد كان هناك بعض العوامل السياسية والاجتماعية التي أدت إلى انتشار استلهام هذه الحكاية الشعبية في الوسائط المتعددة، في الإذاعة والتلفزيون والسينما، ربما حتى على خشبة المسرح. أهم هذه العوامل هو ثورة يوليو. بعد هذه الثورة كان على الشعب أن يستعيد روحه
أن يستعيد كرامته بعد سنوات طويلة من الاحتلال، سواء كان احتلال إنجليزي أو حتى احتلال سلطة حاكمة لم تكن في الأساس من المصريين. هذا هو ما أدى إلى أن هذه الحكايات قد توغلت في السينما والتلفزيون والمسرح، وأنا أعتبرها أهم وسائل الحفاظ على تلك الحكايات الشعبية، إذ أن الوسائط المتعددة لها القدرة على دخول كل البيوت في مختلف المدن، ليست حصرا على الريف المصري الذي انتشر فيه مثلا الموالي القصصي أو الحكايات الشعبية. بعد ذلك الانتشار في السينما والتلفزيون انتشرت هذه الحكايات في كل ربوع مصر. كان هناك أدهم الشرقاوي في مسلسل إذاعي شهير غنى فيه محمد رشدي موال، أدى بطبيعة الحال إلى بزوغ نجومية محمد رشدي، وكذلك أدى إلى انتشار تلك الحكاية في البيوت المصرية. الاسم أدهم لكن النأب شرقاوي، بالمناسبة أدهم الشرقاوي ليس من محافظة الشرقية إنما من محافظة البحيرة. علي الزيبق، حكاية أم سيرة؟ أقدم ذكر للزيبق في ألف ليلة وليلة، ولكن حينما ذكر في ألف ليلة وليلة لم يكن التركيز الأساسي على علي، وإنما كان على الصراع المحتدم بين حسن راس الغول ودليلة المحتالة. حسن راس الغول الذي أراد أن ينصف المظلومين، ودليلة المحتالة المقدم دليلة التي كانت تعمل لحساب السلطان العثماني، ولم يكن يرضيها أن ينصف حسن راس الغول الطبقة الكادحة، وانتهت بمقتل حسن راس الغول. ثم أتى ذكر ابن علي الذي أتى للانتقام، ولكن في الحكاية الشعبية كان لعلي الزيبق النصيب الأكبر، حيث بعد مقتل حسن راس الغول على يد صنقر الكلبي عن طريق أحد الخادمات التي دست السم في الشراب لحسن راس الغول، كانت فاطمة هي أم حسن التي دربته وأخذته لينضم إلى مجموعة الشطار. هؤلاء الشطار الذين كانت لهم الكثير من الألعاب والحيل لكي يردوا حق المظلومين، وبالفعل استطاع علي الزيبق أن ينتقم من صنقر الكلبي وحاشيته أشد أنواع الانتقام، وأنزل بهم أكبر أنواع السخرية. هذه الحكاية استلهمها المبدعين في التلفزيون والسينما والإذاعة، ليس في مصر فقط وإنما في الوطن العربي ككل، وربما كانت أشهر المعالجات يسر الجندي على خشبة المسرح في مسرحية الزيبق، ثم في مسلسل تلفزيوني قدمه يسر الجندي أيضا بطولة الفنان فاروق الفيشاوي، وهو أحد أهم المسلسلات وأشهرها لفاروق الفيشاوي لما كان له من براعة في مسألة الحيل في التنكر واستخدام اللهجات المتعددة والشخصيات المختلفة للانتقام من صنقر الكلبي وشميعة والقاضي المحتال. آخر المعالجات لحكاية علي الزيبق كانت في الفيلم السينمائي الكنز لمبدع شريف عرفة. تجاوز شريف عرفة ثنائية أشرف زكي بين عالم القديم والحديث إلى ثلاثية بين عالم الأقدم والقديم ثم الحديث. ربما كانت الفكرة الأساسية والتي حافظ عليها شريف عرفة طوال أحداث الفيلم هي فكرة التمرد والبطولة لحساب الفقراء أيضا، ولكن بكل تأكيد فإن هذه الاستلهامات المتعددة للحكاية قد حافظت على وجود الحكاية عبر هذه الأزمنة المتعددة. يبقى السؤال، نحن الآن في عصر الميتافيرس، ذلك النظام الأيكولوجي الجديد للتواصل والتفاعل، هل يستطيع التراث أن يحافظ على مكانته في هذا النظام الجديد؟ هذا هو السؤال الذي أحاول أن أبحث له عن إجابة. هل من المفترض أن ندخل هذا العالم بذلك الكم من التراث الذي نحمله على أكتافنا باستلهامات جديدة، أم بمخاطبة تلك الشركات التي تعمل على تطوير هذا النظام لكي ندخل بتراثنا داخل هذه المنظومة
الجديدة. ربما كانت في أفلام سينمائية، ربما كانت في مسلسلات تلفزيونية، ربما كانت حتى في بعض الألعاب الإلكترونية التي سيطرت على عقول أبنائنا. هذا وإلا لن نستطيع أن نواكب مثل هذه التطورات التكنولوجية الحديثة إذا وقفنا مكتوفي الأيدي أمام هذا التطور المذهل. ختاما أرجو أن أكون قد وفقت في عرض ورقتي العلمية، داعيا الله للجميع بأن يشملكم بالحب والخير والسلام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل الخير. أتقدم بالتحية لسيد رئيس الجلسة وإلى السادة الزملاء الأفاضل في هذه المائدة المستديرة، وإلى أيضا الحضور الكريم في الدورة السابعة للملتقى الدولي للتراث الثقافي غير المادي. وحتى لا أضيع الوقت الضيق جدا والمحدود، المبادرة التي أود أن أطرحها الآن بعد سنوات طويلة من التفكير هي مبادرة أو مشروع قائم منذ سنوات بعيدة من أجل نظرية للأدب الشعبي. هذا المشروع بطبيعة الحال ينهض على جملة من الأسئلة الفلسفية والإشكالية التي ظلت تتوالد وظلت تتغذى على تراكم تجربة في مقاربة الأدب الشعبي وخطاباته وأشكال تعبيره وأجناسه وأنواعه التراثية والمأثورة، والتعاطي مع قضايا نظرية وتطبيقية سواء كان في العمل الميداني أو في ميدان التأويل والتحليل، وأيضا مواصلة القراءة النقدية في مجمل الإنتاج العلمي المتخصص وأيضا الدراسات البينية القريبة من الأدب الشعبي. طبعا السؤال في النظرية يبدأ من سؤال الإبستمولوجي البدهي في ماهية الأدب الشعبي، وإن كان مفهوم الأدب الشعبي يمكن أن يتغير أو هو تغير يعني في أثناء الكتابة في هذا الموضوع، من الأدب الشعبي إلى السرديات الشعبية، ذلك أن هناك أصلا تحول مهم حدث من أو انتقال من الأدب إلى السرديات، ذلك أن مجال السرديات صار أكثر انفتاحا أكثر استيعابا على خطابات أبعد من الأدب أو تتجاوز حدود الأدب. أيضا السرديات الشعبية تستوعب ما لم يكن يستوعبه الأدب الشعبي. فما هي الهدف الأدب الشعبي أو السرديات الشعبية؟ ما هي حدوده وتخومه وقضاياه الأجنسية والجنسية وغيرهما ومناهج تحليل السرديات الشعبية وتأويلها؟ طبعا هي نفسها الأسئلة التي طرحت في مسيرة بلورة نظرية للأدب والتي تصل جذورها إلى أروقة اليونان القديمة مع كتاب أرسطو فن الشعر كما تعلمون، وأيضا في الحضارة الإسلامية نجد أعمال أبو بحر الجاحظ وابن المعتز والقرطاجني وعبد القاهر الجرجاني وغيرهم أيضا، وهناك أيضا الحضارات القديمة في الجنوب العالمي أو الشرق العالمي في الهند وفي الصين، أيضا هناك أعمال مهمة لا يسعنا الوقت لذكرها. لكن قفزا إلى منتصف القرن العشرين حيث بدأت النظرية الأدبية تأخذ سمتها بالشكل الحديث، خاصة مع ازدياد تأثيرات البنيوية اللغوية التي طرحها دوسوسير، مرورا طبعا بأعمال ويليك وأوستين وإيجلتون وجوليا كريستيفا، بالإضافة إلى الإسهامات العربية على أقل التي خبرناها مع عبد المنعم تليمة وجابر عصفور وأحمد شمس الدين الحجاج ونبيلة إبراهيم
وسيد البحراوي وصلاح الراوي وسليمان العطار وغيرهم أيضا. لكن أتوقف سريعا عند إضاءات نظرية مهمة جدا جدا وهي كثيرة جدا، لكن اخترت أربع إضاءات سريعة. الإضاءة الأولى لفلاديمير بوروب في كتابه مورفولوجيا الحكاية العجيبة، التي انطلق فيها من دعوة الشاعر والفيلسوف جوتا لتطبيق علم المورفولوجيا على ظواهر أو قضايا في العلوم الإنسانية والاجتماعية والتاريخية والثقافية، وبالفعل طبقها بوروب على 105 حكاية عجيبة روسية، واستطاع أن يبني بها ما يسمى بالوحدات الوظيفية للحكاية العجيبة. وحصلت محاورات طبعا لهذا العمل، خاصة المحاورة المشهودة مع كلود ليفيس شتراوس وهي منشورة. لكن بروب هذا عبد بهذا العمل الطريق إلى الدراسات السردية والسيميائية بعد ذلك، أو صار رافدا منها. وأحد الأصول الفلسفية المهمة جدا لهذه الدراسات، وإن خطت خطوات بعيدة عنه، لكن كان بروب منطلقا أساسيا لهذا الطريق. الإضاءة الثانية مع مولانا ميخائيل بختين في كتابه الكرنفال في الثقافة الشعبية، والذي من خلاله حلل بختين أعمال رابلي. اللافت هنا في هذا الكتاب العمق الفلسفي الذي بالإضافة إلى الاتساع المعرفي عند ميخائيل بختين، القدرة المفاهيم على إنتاج جهاز مفاهيم الذي استطاع من خلال رصده لطقس احتفالي هزلي كان يمارس في القرن السادس عشر، استطاع من خلال هذا الرصد أن يقتنه أو يقتنص أدوات نظرية للتحليل. يعني كيف يمكن أن نبتدع أدوات نظرية من الطقوس ومن التقاليد ومن المقولات الأدبية الشفهية ومن مقولات الرواة الذين لديهم وعي فني بما يبدعونه، إلى آخر هذه الأمور التي يمكن أن نفيد منها في إطار السرديات الشعبية العربية. يعني الإضاءة التالية هي إضاءة بول زوموتور في كتابه مدخل إلى الشعر الشفاهي، والذي استند فيه زوموتور إلى عمل السيدة روت فينينغام، وهو الشعر الشفاهي أيضا، واستطاع من خلال المحاورة العميقة زوموتور أن يؤسس نظرية للصوت البشري، فقط للصوت البشري المتجسد بطبيعة الحال في الأداءات المتعددة والغنية للشعر الشعبي في مختلف ثقافات العالم وفي مختلف الحضارات. الإضاءة التالية هي إضاءة جون ستوري في كتابه النظرية الثقافية والثقافة الشعبية، وهي واحدة في تصوري من نظريات ما بعد الماركسية التي حشد فيها ستوري كل الطاقات الفكرية والفلسفية من أجل تحديد مفاهيم كثيرة في مجال الثقافة الشعبية والتفريق بينها وبين الثقافة الجماهيرية، وتحديد عدد كبير جدا من المفاهيم في هذا الإطار، و يعني استقى أصوله الفلسفية لهذه النظرية من دراسة ما بعد الماركسية ومن علم النفس اللاكاني وعلم النفس الفرويدي ومدرسة فرانكفورت والاتجاه الألتوسيري وغيرها من المصادر الفلسفية أو الأصول الفلسفية.
إذن ما الجدوى من نظرية للأدب الشعبي أو السرديات الشعبية؟ وكيف نبرر تعاطينا معها؟ وما المسوغات التي نقدمها لارتياد مجالها؟ بالطبع يعني هذا كله من أجل أن نعزى بعروج منفتح على فضاء خاص من الفن باتت الحاجة ماسة إليه، ولفهم جملة القضايا المتصلة بالأدب الشعبي. وكان الاهتمام يعني إلى وقت قريب خصوصا القضايا النظرية الكبرى والفلسفية العميقة لم تكن ذات اهتمام كبير في الماضي. وأنا بعتبر هذا يعني دأب معرفي وإبستمولوجي. طبعا البداية من أن نحن نكون رؤية إبستمولوجية للتراث الثقافي للأدب الشعبي، إعادة قراءة للتراث الشعبي وللمأثور الشعبي الأدبي مرة أخرى، يعني عمل كمهم زي مدخل إلى الأدب العجائبي تودروف، إذا يعني أشار إشارات طفيفة جدا إلى ألف ليلة وليلة، إذا كان أو إذا أعاد قراءة ألف ليلة وليلة تودروف في تصوري سوف يعيد تغيير أو تجديد هذه النظرية التي قدمها في الأنواع الصغيرة العجيب والغريب، لأنه ألف ليلة وليلة هناك فيها نصوص تقلب الموازين النظرية التي قدمها تودروف. طبعا نحن في حاجة إلى رؤية معرفية، تكوين نظرية في المعرفة خاصة بالسرديات الشعبية، هذا أولا. ثانيا أعول على بزوغ جيل جديد من الباحثين الأكفاء الذين يمكن أن ينشئوا أفرعا علميا جديدة في الأدب الشعبي كفرع تاريخ الأدب الشعبية، يستطيع كل باحث أن يأخذ مرحلة من مراحل تطور، مش تطور، تغير أو تنوع الأدب الشعبي عبر العصور. ثانيا العمل الميداني يجب أيضا أن يتواصل بأدوات جديدة ووعي جديد وفلسفة جديدة للعمل الميداني، لأن الأدوات تغيرت والميدان الثقافي تغير، فبالتالي هذه الرؤية للعمل الميداني يجب أن تتغير أيضا على المستوى النظري والتطبيقي على السواء. لازلت طبعا أعول على بزوغ مثل هذا الجيل الذي يعمل على دعم الاتجاه النظري الاستراتيجي النظري لرؤية نظرية رصينة للسرديات الشعبية في ثقافتنا، وشكرا جزيلا لكم. بشكر حضرتك وشكرا جزيلا، وتعبناكم على المجلس الاعلى، شباب المجلس الاعلى كده، تمام، براءة. السلام عليكم.